بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. روح الفانيلا الحمراء أسطورة خالدة تتوارثها الأجيال. روح الفانيلا الحمراء ليست شعارات وليست روايات. روح الفانيلا الحمراء هي سر للانتصارات والألقاب. روح الفانيلا الحمراء ثلاث كلمات ولكنها تبث الرعب والخوف في كل نفوس المنافسين، ودايما في الوقت الأهلي في الوقت الصعب للأهلي شعب. الحقيقة أنا النهاردة كنت حريص أن أبدأ الحلقة واتكلم عن روح الفانيلا الحمراء، لأنه بعد مباراة امبارح لا صوت يعلو على صوت أهمية استعادة اللاعبين للروح الفانيلا الحمراء اللي هي سر الانتصارات والبطولات على مر التاريخ. روح الفانيلا الحمراء والعزيمة هي شعار ثابت لدى كل من يرتدي تيشيرت المارد الأحمر. كم بطولة توقع البعض أنها بعيدة المنال بسبب اقتراب الوقت من الانتهاء، ولكن إذا بعزيمة وروح الفانيلا الحمراء تظهر داخل الملعب ويعود الأهلي ويحقق الفوز. هو ده اللي احنا مستنيينه من لعيبة النادي الأهلي. اتكلمت مع حضراتكم في بعض الفنيات او بعض الامور الفنيه اللي لعيبه النادي الاهلي كان يجب عليهم ان هم ينفذوها امبارح. ان احنا كلنا زعلانين، كلنا كجمهور النادي الاهلي زعلانين، وبالمناسبه للمره الثانيه انا امبارح قلت هذا الكلام وهقوله النهارده. من حق جمهور النادي الاهلي ان هو ينتقد لاعبيه، وعلى اللاعبين ان هم ينصتوا لانتقادات جمهور الاهلي. على اللاعبين ان هم يسمعوا كويس جدا 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 ويبص في الارض ويرد من خلال الملعب فقط لا غير. اتكلمت مع حضراتكم امبارح في بعض الامور الفنيه، ولكن لما قعدت فكرت النهارده انا ومجموعه الاعداد اللي موجودين معانا، لقينا ان اهم حاجه كانت تنقص الفريق في مباراه امبارح روح الفانيلا الحمراء. لأن روح الفانيلا الحمراء هي أسطورة خالدة، زي الأهلي فوق الجميع وزي الأهلي بمن حضر دائما. هذه هي مبادئنا، مبادئ القلعة الحمراء اللي خلت النادي الأهلي الأول في كل شيء وعلى القمة دائما. روح الفانيلا الحمراء دي ليها مفعول السحر في إعلاء قيمة ونتائج النادي الأهلي، ودائما بتثير الرعب في نفوس المنافسين محليا وإفريقيا. عندما تغيب روح الفانيلا الحمراء بنشوف اللي احنا شفناه في مباراة سموحة، بتجد اللاعبين بعيدين عن مستواهم تماما. عشان كده جماهير النادي الأهلي دائما تطالب بإيه؟ عودة الروح الفانيلا الحمراء حتى يعود الفريق للمسار الصحيح. الأداء الفني متغير، المنافس متغير، اللاعبين والأجهزة الفنية متغيرين، ولكن الثابت هو شيء واحد فقط، هو سر بطولات النادي الأهلي وهي روح الفانيلا الحمراء. في جينات متواصلة وحاضرة دائما دائما، ولكن المستوى الفني والبدني والخطط مهم جدا طبعا. وانا اتكلمت فيه مع حضراتكم وقلت ان احنا عندنا اخطاء واضحه. ان احنا تخيل حضرتك ان احنا 90 دقيقه امبارح ما رحناش للجون مره، ده من الناحيه الفنيه. ولكن هو ايه اللي كان بيخلينا نكسب حتى واحنا وحشين؟ حتى واحنا وحشين ايه؟ روح الفانيلا الحمراء، مسانده ودعم جمهور النادي الاهلي. عشان كده جماهير النادي الأهلي يعني مش زي أي جماهير، بتبص على النتائج، مش بتبص على نتائج بس يعني، لأنه ممكن تخسر، ممكن تخسر في ماتش يعني والجماهير تكون فرحانة وتنده عليك وتسقف لك. وشفناها أنا شخصيا وأنا لاعب، يمكن أنا ما خسرتش كتير، لكن وإحنا لاعبين الجمهور حتى في مباريات كنا بنخسر مع أنها قليلة جدا، لكن كانت الجمهور بيسقف لك. ليه؟ لأن أنت بذلت المجهود وكانت روح الفانيلا الحمراء واضحة عليك. شايفين إن اللعيبة بتموت نفسها لآخر ثانية وبيلعبوا بروح الفانيلا الحمراء. فعندما تغيب روح الفانيلا الحمراء بيغيب كل شيء بقى،
يعني قول اللي انت عايز تقوله، قول ان انا عندي مشاكل دفاعيه، قول ان انا عندي مشاكل في وسط الملعب، قول ان انا عندي مشاكل هجوميه، قول ان انا عندي مشاكل في الجهاز، اللي انت عايز تقوله قوله. لكن اذا عادت روح الفانيلا الحمراء دائما هي الاساس في كل شيء، زي ما كنت امبارح بقول وحفضل اقول ان جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء. جمهور النادي الاهلي هو السند وهو الدعم وهو كل شيء. وبالمناسبة سعر اللاعب يوصل لعشرين وتلاتين واربعين وخمسين ومئة مليون، مين اللي بيوصل؟ ودي رسالة لكل اللاعبين، وانا بقولها يعني من اخ اصغر او من اخ اكبر ليهم، شفت الحاجات دي كتير جدا. هو مين اللي وصل اللعيبة ان هي الناس تشاور عليها في الشارع كده وتقول ما فلان ماشي او علان ماشي، ده لا بيلعب في الاهلي؟ مين؟ ودي رسالتي للاعبين، هو الجمهور. الجمهور اللي بيطلع من جيبه ويدفع في تذكرتي علشان يروح يتفرج على المباراة. فلما الجمهور ينتقد من حقه ان هو ينتقد. لما الجمهور وخصوصا جمهور النادي الاهلي بالمناسبة، بعيدا عن اي جمهور اخر، لكن جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء. لما الجمهور يقول ان انت وحش او ان انت عندك مشاكل لاي لاعب، يجب على اللاعب ان هو يثبت ان هو ما عندوش مشاكل ولكن من خلال الملعب. والجمهور ده لو حد بينتقد اداء اللاعبين من الجمهور، جمهور الاهلاوي بيعمل ايه؟ اول ما يلاقي الاداء اتغير في الملعب وبقى كويس، اول ناس بتسقفك وبتطلعك سابع سما، هو الجمهور الاهلي. عشان كده انا دايما دايما، وده انا اتعلمته من جمهور النادي الاهلي، هفضل ورا النادي الاهلي في اي شيء، وهفضل مساند لكل اللاعبين ولكل الفريق، وهتكلم في نفس الوقت عن السلبيات زي ما اتكلمت مع حضراتكم امبارح، وزي ما النهارده بتكلم عن يجب يوم الاربع ان احنا نشوف، مش عايز اشوف فنيات، مش عايز اشوف اي حاجه، دي المفروض حاجات طبيعيه تبقى موجوده مع النادي الاهلي، ولكن لازم روح الفانيلا الحمراء تبقى باينه في الملعب، لان روح الفانيلا الحمراء هي اللي بتكسبنا. وهتكلم مع حضراتكم في الحلول عشان الفريق يكون اقوى خلال الفتره اللي جايه، مش انا بس، انا وكل جماهير النادي الاهلي. ودي اول حاجه عشان الفريق يرجع للانتصارات ويرجع للبطولات. الحمد لله احنا يمكن في 11 مباراه كسبنا 9 وتعادلنا 2، لكن مش انا قلت لحضراتكم الكلام ده امبارح، انه اللي فارق معايا قوي هو المستوى اللي مش حلو، مش هقول السيء، المستوى السيء لهذه المباراه اللي احنا شفناها، مستوى سيء للغايه في هذه المباراه، مباراة سموحة. هو ده اللي مزعل الجمهور، وهو ده. وبالمناسبة لأنه أدائك في مباراة سموحة ما كانش كويس قوي، أدائك في المباراة اللي قبلها ما كانش كويس غير في تلت ساعة أو في 25 دقيقة، أدائك في المباراة اللي قبلها نفس الكلام، أدائك في هي مباراة المحلة يمكن اللي الواحد في الشوط الأول حسينا بعودة النادي الأهلي. طالما نقدر نلعب زي الشوط الأول في المحلة ما بنلعبش ليه؟ لكن أنا هفضل في مش أنا، جمهور، أنا اتعلمت كده من جمهور الأهلي. كل الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده أنا واخده من جماهير طول النهار، البعض بيقول لي أنت واقف مع الفرقة، واقف مع الفرقة وهفضل، أنا اتعلمت كده من جمهور الأهلي. 90 أو 5 لا 90% من المكالمات اللي بتجيلي، وهي مكالمات كثيرة جدا طوال النهار، بتوصيني بإن أنا أقف مع لعيبة الأهلي. أنا ما بقفش مع اللاعبين، ولكن أنا بقف مع شعار النادي الأهلي. أنا عندي ماتش يوم الأربعاء، لازم كلنا نقف في ظهر اللاعبين، وده الطبيعي بالمناسبة، لأنه أو ده دايماً اللي بنشوفه من جمهور الأهلي. أنا اتعلمت كده. هو إحنا ليه كسبنا آخر مباراة في الدقيقة 96 وكام و16 ثانية؟ عشان حضراتكم فضلتوا واقفين مع اللاعبين. المباراة اللي فاتت دي لو حضراتكم ما كنتوش واقفين مع الفرقة لآخر دقيقة كنا اتغلبنا. لو جمهور النادي الاهلي ما كانش واقف مع الفرقه لغايه اخر دقيقه كنا اتغلبنا. عشان كده هنفضل دايما واقفين في ظهر فريقنا، وهنفضل دايما نساند لاعبينا وجهازنا الفني، لانهم بيحملوا شعار واسم النادي الاهلي. لانه في النهايه انا عايز ايه؟ انا عايز اخر السنه اكون خدت دوري
شاء الله اكون خدت دوري وخدت كاس وخدت بطوله افريقيا، فهنفضل واقفين في ظهركم كلاعبين، هنفضل واقفين الكلام ده طبعا للاعبين، هنفضل واقفين في ظهركم كجمهور عشان مباراه يوم الاربعاء ربنا يكرمنا. واول شيء عايزينه في مباراه يوم الاربعاء هو شيء واحد فقط، عوده روح روح اللاعبين خلال عوده روح الفانيلا الحمر. في ناس مش هتفهم يعني ايه روح الفانيلا الحمراء، بعض من لا يشجع الاهلي يعني بعض من لا يشجع الاهلي هيقول لك هي ايه روح الفانيلا الحمراء دي اللي انتوا عاملين تقولوها؟ هتشوفوها ان شاء الله يوم الاربعاء، هتعرفوا يعني ايه روح الفانيلا الحمراء. ولما ما بتكونش موجوده زي مباراه سموحه بيحصل التعادل اللي حضراتكم شفتوه، لولا وقفه الجمهور مع اللاعبين لغايه اخر ثانيه في مباراه سموحه كنا اتغلبنا لا قدر الله. ان شاء الله نشوفها من اللاعبين اللي كلنا ثقه كبيره جدا فيهم ومستنيين منكم يوم الاربع، لانه لا احد سيقبل، لا احد، ودي رساله لكل اللاعبين، لا احد سيقبل بخساره دوري مره اخرى. الموضوع ده منتهي، احنا ما بنفكرش فيه. انا شخصيا مش عايز اقول الكلام ده ليه، لانه انا ما بفكرش في الكلام ده، انا عايز اخد الدوري ان شاء الله بفارق، وعندي من اللاعبين اللي يقدروا يعملوا كده عندي، بس ياخدوا روح الفانيلا الحمراء، يرجعوا روح الفانيلا الحمراء، وده اللي انا بطلبه من اللاعبين ان شاء الله يبان بدايه من مباراه يوم الاربعاء القادم. ان شاء الله كل البطولات تعود، ولازم كل لعيب يلعب دايما بروح الفانيلا الحمراء. انا قلت روح الفانيلا الحمراء كتير جدا، لان بجد بجد هذه او الثلاث كلمات دول بيفرقوا كتير جدا 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 مع اي لاعب. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. الحقيقه برضو امبارح بعد المباراه الجماهير او معظم الجماهير كانت بتتكلم عن محمد الشناوي والتالق الكبير اللي فيه محمد الشناوي على الجانب الفني وتصديه الانفرادين في المباراه، وكان حائط صد منيع للمرمى النادي الاهلي. ايضا علي معلول اللي ظهر في هذه المباراه وخاض اللقاء بروح الفانيلا الحمراء، الناس كلها كانت بتتكلم عن علي ان هو تحس انه يعني طول عمره بقى له فتره طويله جدا في النادي الاهلي، لعب طوال 90 دقيقه، عنده رغبه قويه في تحقيق الفوز، لعب رغم البطولات اللي حققها مع النادي الاهلي ومع منتخب تونس، الا ما عندوش الحقيقه تشبع وعلى طول بيفكر في الفوز. علي معلول فاز بافضل لاعب في الجوله اللي فاتت، الجوله الثامنه. خلينا نطلع نشوف كليب باية صغيرة كده لعلي معلول ونرجع نكمل. طيب قبل النقطة دي ما اتكلم فيها، احنا اتكلمنا فيها امبارح في المناسبة، بالمناسبة احمد ثابت اتكلم فيها لما كان موجود معايا، وانا هتكلم فيها تاني النهاردة، لانه انا بطلب من لجنة المسابقات ورابطة الاندية ان يكون هناك عدل. قبل بس ما اتكلم فيها في هذه النقطة، الناس هتقعد تقول لي اصله انت بتقول كده عشان تبرير. انا ولا بقول كده تبرير ولا بقول كده تطبيل ولا بقول كده في مثل هذه الامور، ولكن انا بقول كده اديني حقي اتغلب بقى او اكسب او اتعادل، دي حاجه تخص النادي الاهلي، لكن ان انت ما تدينيش حقي ولا تقيم العداله ما بين ال 18 نادي او على الاقل الانديه المتنافسه، يبقى لازم يبقى هنا في وقفه. يعني مثلا الاهلي لعب امبارح امام فاركو يوم 20، او لعب يوم فاركو يعني يوم 20، وبعد كده لعبنا امام سموحه يوم 25، وهنلاعب ضد سيراميكا يوم 28. يعني قبل ماتش سموحه خد 4 ايام راحه. طيب سموحه خد راحه كام يوم قبل ما يلعب الاهلي؟ سموحه لعب الاتحاد السكندري يوم 19 اهو امام حضراتكم، وبعد كده لاعب الاهلي يوم 25. يعني سموحه وهو جاي يلعب النادي الاهلي واخد يوم زياده. طيب سيراميكا كليوباترا اخر مباراه ليها كانت يوم كام قبل ما يقابل الاهلي؟ كانت يوم 23، وهيلعب مع الاهلي يوم 28. على الرغم من ان النادي الاهلي لاعب سموحه يوم 25
وهيلاعب سيراميكا يوم 28، يبقى سيراميكا مريح يومين زياده عن النادي الاهلي. وطبعا ده مش عادل. ليه النادي الاهلي ياخد راحه اقل من الفرق الاخرى؟ طيب تعالوا نشوف نادي الزمالك، واشمعنى نادي الزمالك؟ لان نادي الزمالك اللي بينافس النادي الاهلي على القمه. نادي الزمالك لعب امام المقاولين امبارح، ولعب امام الحرس يوم 20، يعني خد راحه كام؟ 4 ايام. طيب المقاولين لعب امتى قبل ما يقابل الزمالك؟ لعب المصري يوم 21، يعني خد 3 ايام بس راحه قبل ما يقابل نادي الزمالك. انا ما بحسبش طبعا يوم المباراه، يعني المقاولين خد راحه اقل من الزمالك. طيب الزمالك عنده الاسماعيلي، والزمالك لعب يوم كام؟ 25. هيقابل الاسماعيلي يوم كام؟ 29. طيب في ده متساويين، لانه الزمالك هيلاعب الاسماعيلي يوم 25، والاسماعيلي لعب يوم انا اسف يوم 29، والاسماعيلي لعب المصري يوم 25. طب هو ليه ما بيحصلش كده مع النادي الاهلي؟ وليه الفرق اللي بتقابل النادي المنافس للنادي الاهلي بتاخد راحه اقل من الفرق اللي بتنافس النادي الاهلي او الفرق اللي ضد النادي الاهلي؟ لازم ناخد بالنا من مثل هذه الامور. يعني من الاخر، يعني الفرق اللي بتقابل نادي الاهلي ما بتاخدش راحه طويله، على عكس الفرق اللي بتقابل نادي الزمالك على الاقل الراحه بتاعتها بتكون اقل بكتير جدا من الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي. فالحقيقه انا بستغرب جدا، وكل اللي انا بطلبه هو العداله. نتائج الفريق دي بتاعت الفريق وبتاعت الجهاز الفني، ومع جماهيرهم، مع جماهيرنا كلنا، جماهير توسان، ما حدش له علاقه بهذا الامر. انا هنا بخاطب لجنه المسابقات. يجب ان يكون هناك عداله في تطبيق او في مواعيد كل المباريات. الفرق اللي بتقابل الاهلي يا فندم، لكل اعضاء لجنه المسابقات بمنتهى البساطه الكلام اللي انا قلته، الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي بتاخد راحه اكبر من الفرق اللي بتقابل نادي الزمالك في المباريات اللي بيلعبوها. ده بمنتهى البساطه. هل ده طبيعي؟ معرفش. هل ده عادي؟ ما اعتقدش. اتفضل حضراتكم بس حد يرد علينا ويقول لنا ليه ده بيحصل. قد يكون في اسباب، معرفش، ادينا هنشوف وهننتظر ونشوف الكلام ونرد على كل هذه الأسئلة. أتمنى أن يطلع علينا حد ويقول لنا إيه اللي بيحصل في هذا الأمر. مهم جدا أن أنا كنت أتكلم برضو في هذا الموضوع، لأنه موضوع بالنسبة لنا يمثل، أنت لما تيجي فرقة لو أنتوا الاتنين زي بعض لاعبين 3 أيام وثلاث أيام ما بين المباراة والمباراة 3 أيام، بتبقى الأمور خلاص. أنت عارف اليوم بيفرق، الساعة بتفرق مع الراحة، الساعة بتفرق في الراحة. يعني امبارح مستر كولر في المؤتمر الصحفي وهو بيتكلم قال ايه؟ قال يعني يا جماعة انا بلعب زي اللي حصل، انا هلعب الحد، الاثنين النهاردة تمرينة خفيفة، بكرة تمرينة برضو خفيفة، الاربع مباراة. يبقى خلي كل الفرق بيحصل معاها كده، طالما الموضوع ماشي بهذا الشكل. لانه العدالة ان يتم تطبيق فترات الراحة على جميع الفرق المتنافسة. أتمنى أن ده يحصل ويكون في رد خلال الأيام القادمة. النهاردة فريق كرة مواصل تدريباته بدون راحة استعدادا لمباراة الأربع، وكان مارسيل كولر حريص على عقد محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وكل اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة أمس خاضوا مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش التدريبات للتخلص من الإجهاد. مارسيل كولر قاد اللاعبين في تدريبات بدنية وفنية متنوعة في بداية المران، قبل أن يختتم الفقرات التدريبية بتقسيمها بين الفريقين، بين فريقين من اللاعبين.
يا رب ان شاء الله مباراه سيراميكا اللي جايه تكون انطلاقه مختلفه للفريق، ونشوف استعاده روح الفانيلا الحمراء، مهمه جدا اللي هتكون سر انتصارات والبطولات للنادي الاهلي. تعالوا نطلع نشوف تقرير عن المواجهه المرتقبه مع سيراميكا كليوباترا ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه برضو قبل ما ابدا الاخبار عايز اقول لحضراتكم ان شاء الله ان ربنا يكرمنا في هذه المباراه الصعبه جدا بالمناسبه، لانه سيراميكا كليوباترا بيعاني من سوء النتائج خلال الفتره الاخيره، وبالتالي سيراميكا كليوباترا او الكل الحقيقه دايما حظ النادي الاهلي بيكون بهذا الشكل، او ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، يعني ان كل الفرق عايزه تتعدل او تعدل نفسها قدام النادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكون لاعبتنا في قمه تركيزهم في هذه المباراه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويكون الجهاز الفني ايضا في قمه تركيزه، لان الكل ينتظر ان نرى الاهلي بروح الفانيلا الحمراء ان شاء الله في المباراه القادمه. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع ونتكلم بقى مع حضراتكم عن اخبارنا، اخبار البيت الكريم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا بقى نروح لاخبارنا في البيت الكبير النهارده. الحقيقه وعندنا مجموعه كبيره من الاخبار. اول هذه الاخبار الاهلي، تغريم الاهلي وفريرا ماليا ومباراه لغزل المحله بدون جمهور. اتخذت اداره المسابقات برئاسه عامر حسين ورابطه الانديه المحترفه التي راسها احمد دياب عددا من القرارات بعد دراسة تقارير المباريات بالدوري التي أقيمت مؤخرا وجاءت كالتالي: غرامة مالية على النادي الأهلي لما بدر من الجماهير اتجاه حكم مباراته مع سموحة، غرامة مالية على المدير الفني لنادي الزمالك جوزفالدو فيريرا لعدم حضور المؤتمر الصحفي في مباراة المقاولين، وإيقاف إسلام ناصر سليمة لاعب المصري مباراة واحدة لسابق إنذار في مباراة الإسماعيلي، وإقامة أول مباراة رسمية لنادي غزل المحلة على ملعبه بدون جمهور لما بدر من الجماهير في مباراة فاركو. أيضا النهاردة فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 على ضيفه أسوان بهدفين مقابل لا شيء. أيضا سيدات طائرة الأهلي بيفوزن على وادي دجلة في الدوري 3-1. المباراة طبعا كانت مذاعة على قناة الأهلي، كانت منذ قليل. رجال الأهلي لتنس الطاولة يفوز على خان يونس الفلسطيني في البطولة العربية. طيب. وسيدات الأهلي لتنس الطاولة يفوزن على أهلي صيدا اللبناني في البطولة العربية أيضا، وفريق سباحة الأهلي بتسيطر على المراكز الأولى ببطولة الجمهورية. منتخب الشباب بيواجه، أنا الحقيقة مستغرب جدا للي بيحصل مع منتخب الشباب لأنه حاجة غريبة. تحس ان البطولة دي ملعوبة في السر، وتحس ان المنتخب ده يحتاج الى فترة اعداد اقوى، محتاجين يعني انت رايح تلعب زامبيا فزامبيا تعتذر فيقول لك العب مع غانا للمحليين يلا بينا. حاجات غريبة جدا بتحصل في هذا الموضوع. عموما منتخب الشباب يواجه غانا للمحليين وديا بعد اعتذار زامبيا. كابتن حازم امام والاستاذ محمد ابو الوفا بيد عمان منتخب 2003 استعدادا لامم افريقيا. وأتمنى أن يكون في اهتمام أكتر بمنتخب مصر 2003 منتخب الشباب، لأنه الحقيقة هذا المنتخب يجب أن يكون نواة جيدة لما هو قادم في المنتخبات أو للمنتخب الأول. ده المفروض أو ده اللي احنا بنشوفه في العالم كله، يطلع منهم مجموعة من اللاعبين يستفيد منهم كل الأندية وتستفيد منهم المنتخبات الوطنية خلال الفترة الجاية. هل ده هيحصل مع مجموعة اللاعبين دول؟ أشك أشك. كل حاجة تحس إن هي معمولة سر وفي الدرة، محدش بيقول لحد حاجة. حد عارف إن إحنا هنلعب مباراة؟ ولا حد عارف. حد كان عارف إن إحنا عندنا قرعة أول إمبارح يوم الجمعة؟ ولا حد عارف. فنتمنى إن شاء الله إن منتخب الشباب يخرج من السرية اللي هو فيها دي الحقيقة يعني. عموما وصلنا لفقرة صنع في الأهلي، وبطل فقرتنا النهاردة كابتن شريف علي نجم الأهلي السابق لكرة السلة. بدأ مسيرته مع النادي الأهلي كلاعب من 92 وحتى 2011، وكمدير جهاز كرة السلة من 2011 حتى 2019، وهو حاليا عضو لجنة رعاية الموهوبين في النادي الأهلي. حقق مع القلعة الحمراء 4 بطولات دوري سوبر، 2 إفريقيا، 7 كأس مصر، 5 دوري مرتبط، 6 منطقة. كابتن شريف علي
هو نجم فقرتنا اليوم، صنع في الأهلي. هنطلع نشوف هذا التقرير مع كابتن شريف وصنع في الأهلي، ومن بعده فاصل ونستقبل النجم الكبير كابتن أبو المجد مصطفى، نتكلم معاه في أمور كثيرة جدا، ولكن بعد ما نشوف صنع في الأهلي وفاصل، وبعد كده كابتن أبو المجد مصطفى. طبعا البيت الكبير اللي احنا اتربينا فيه، النادي بتاعنا يعني اللي اتشرفنا ان احنا لعبت فيه، وانا واحد من الناس اللي اتشرفت ان انا لعبت في النادي الاهلي. على فكره انا كانت بدايتي مش في النادي الاهلي، انا اول بدايتي كانت في مركز شباب العباسيه، والحمد لله كان بنحقق نتائج كويسه جدا، وكنا بنكسب اهلي وزمالك وبناخد بطوله القاهره والجمهوريه. وابتدى كابتن عادل شرف الله يرحمه، كان ساعتها المدير الفني في النادي الاهلي، وابتدى يختارني انا وكام لعيب من مركز شباب العباسيه، وتم انضمامي للنادي الاهلي سنه 92، والحمد لله لعبت ناشئين والدرجه اولى، وابتدى بقى مشواري مع النادي الاهلي ومنتخب مصر الحمد لله. يعني انا من ساعه ما دخلت النادي الاهلي وانا انضميت لمنتخب مصر، يعني دايما النادي الاهلي نادي يعني ما شاء الله في الحته دي، بيعمل لعيبه وبيدي اسم للعيب وبيخليكي كمان الحمد لله، يعني حته بقى النجوميه اللي احنا بنتكلم عليها دي النادي الاهلي بيديها لك يعني بجماهيره وبالتشجيع. وكنت مبسوط جدا جدا ان انا راجل اهلاوي وعيلتي كلها اهلاويه، امي وابويا واخواتي، والحمد لله فانضميت للنادي الاهلي، وابتدت موضوع البطولات معاه من 92. انا بطلت تقريبا 2010 2011، خدنا فيهم الحمد لله مع كابتن اشرف توفيق وكابتن نبيل بخيت وكابتن سيد مصطفى، كابتن سيد صابر، كابتن خالد بخيت، انا مش عايز انسى حد، لكن كل المدربين دول اشتركوا معانا واشتركت معاهم وخدنا بطولات. خدنا حوالي 2 افريقيا معانا هنا في النادي، وخدنا 4 دوري سوبر، وخدنا 7 كاس، خدنا حوالي 3 مرتبط. علاقتي بالنادي الاهلي علاقه وطيده جدا، يعني انا من وانا لعيب يعني احنا تقريبا كنا بنقعد هنا في النادي اكتر ما بنقعد في بيوتنا مع اخواتنا وابويا وامي، يعني وكنا في معسكرات على طول وسفر وبطولات، فكنا بنقضي في النادي هنا وقت اكبر ما بقضيه في بيتنا يعني. فالحمد لله يعني علاقه وطيده جدا، والعلاقه الوطيده دي كمان يعني انا شايفها ان انا بعد ما بطلت يعني الحمد لله النادي الاهلي اداني مسؤوليه ان انا امسك مدير جهاز اداري الدرجه الاولى والناشئين، ودي كانت حاجه تسعدني جدا. يعني على الرغم ان انا لسه مبطل، لكن مسكت مسؤوليه كبيره ان انا ابقى مدير جهاز، ودي كانت حاجه تسعدني جدا ان النادي الاهلي يثق فيا ويديني المنصب ده. طبعا عندنا مواقف كثيره، يعني انا عايز اقول لك حاجه، احنا الحمد لله يعني انا برضو لعبت مع جيل كان مميز جدا، طارق خيري، كان بيلي ميكر، كان علاء زهران جنبي قطر، كان تحت الباسكت كان كابتن هاني عبد المنعم، حاجه يعني من الخبرات اللي اتعلمت منه كتير، لانه كان كابتن فرقه، وتعلمت ازاي ان انا ابقى قيادي، لان انا جيت في وقت انا قعدت 5 سنين كابتن الفرقه، فكنت متعلم من كابتن هاني ازاي تقود فرقه يعني. طارق الغنام، ياسر ابو الفتوح، انا مش عايز انسى اسماء لان كانت مجموعه كلها كانت كبيره، كان رامي الدياستي وكريم ديف ومودي الجرحي، كانت مجموعه كبيره جدا جدا جدا، جيل الحمد لله يعني ربنا كرمنا ان احنا عملنا بطولات. انا عايز اقول لك ان احنا الجيل بتاعنا لما طلع درجه اولى كانت البطولات في النادي الاهلي كانت في الباسكت كانت قليله كتير، يعني كانت تقريبا 2 دوري او 1 دوري و2 كاس، كانت حاجه كده يعني. الحمد لله مع الجيل بتاعنا مع المدربين اللي احنا اشتركنا معاهم حققنا شويه بطولات يعني نقول لحد ما كويسه، فكانت ذكرياتنا مع البطولات دي جميله، واهمها طبعا البطولات اللي بتبقى في افريقيا. احنا خدنا وانا بلعب 2 افريقيا، واحده في السنغال واحده عندنا في النادي الاهلي في صاله النادي الاهلي، وخدنا 4 دوري سوبر، خدنا 7 كاس، خدنا منطقه بتاع 6-7 برضو بطولة المنطقة، خدنا المرتبط اعتقد خدنا 3 دوري مرتبط، ده وانا بلعب. لما دخلت في الجهاز يعني انا مثلا في الفترة اللي فيها مع طارق خيري احنا خدنا 6 بطولات، خدنا افريقيا بطولة طبعا المشهورة جدا افريقيا اللي كانت عندنا في الملعب هنا، وخدنا دوري وخدنا كاس وخدنا 3 مرتبط، فالحمد لله يعني نقدر نقول عدد معقول من البطولات. يعني انا كنت اتمنى ان هو كان يبقى اكتر وكده، وكنا نقدر نعمل تاريخ اكتر من كده، بس يعني زي ما قلت لحضرتك ان المنافسه في الباسكت بتبقى اصعب شويه. هي كانت اهم واصعب بطوله بالنسبه لي بطوله افريقيا في السنغال. اول ماتش كان عندنا مع انجولا خسرناه طبعا، يعني كانت البدايه وحشه قوي ان احنا نخسر اول ماتش، فابتدينا جمعنا الفرقه ونركز مع بعض ومحتاجين ان احنا الماتشات جامده
بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني كل الماتشات اللي بعد كده كسبناها وخدنا بطوله افريقيا في اجواء صعبه جدا جدا في ظل فرق كانت مركزه وبالذات فرق انجولا يعني، ودي من اصعب البطولات ومن اكتر البطولات اللي انا بسعد بيها يعني. جماهير النادي الاهلي بالاخص حاجه مميزه جدا جدا يعني، حاجه كده احنا كنا وانا بلعب انا مش عايز اقول لك يعني، احنا كنا في ماتشات بنبقى خسرانين 20 بونت مع تشجيع جماهير النادي الاهلي كانت بتخلينا كده عارفه هو اللي بيصحي الحجر بالبلدي كده، واحنا فعلا كنا في الملعب بتشجيع النادي الاهلي وجماهيره احنا كنا بنموت نفسنا وكنا بنقلب المباراه بعد ما بنبقى خسرانين 20 بونت ونكسب، وكانت ماتشات بتبقى مهمه اهلي زمالك اتحاد والحمد لله ربنا كرمنا، لكن جماهير النادي الاهلي دي بتحب النادي بقلب وواقفين جنبنا وبشكرهم، ما اقدرش يعني ما عنديش كلام كتير اقدر اقول لهم غير ان انا شكرا ليكم يعني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم كابتن ابو المجد مصطفى. ازيك يا كابتن؟ كابتن سامي اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. انت معانا النهارده في وقت كويس بعد ما الداخليه اخيرا فازت على بيراميدز، ولكن انا لسه كنت بتكلم معاك بقول لك انه طبعا زي ما حضراتكم عارفين ابو المجد هو مدرب الداخليه، مظبوط؟ مدرب العام للداخليه. طيب فبالتالي اول فوز بعد اداء جيد لعده مباريات الحقيقه، ولكن كان دايما بينقص الداخليه الفوز. يعني كابتن الحمد لله احنا في بدايه السنه، يمكن انا كنت في مره كنت قاعد مع حضرتك وكنا بنتكلم برضو في بدايه الموسم، كان قبل بدايه الموسم آه. يمكن احنا برضو كان عندنا مشكله في البدايه ان احنا بدانا متاخر يعني يعني اللعيبه عقبال ما اتجمعت، ان انت عارف ان نادي الداخليه صاعد حديثا للدوري. نعم. فيمكن دخول في اللعيبه الجديده اللي انت كنت محتاجها انت طبعا اضطريت لغايه لما الدور السنه اللي فاتت يخلص. صح. فيمكن ده كان في وقت كبير جدا احنا كنا بادئين بدري عشان برضو نقدر نكون الفرقه، نقدر برضو نشوف احتياجاتنا ايه، ولكن ما كنتش تقدر تجيب اللعيبه ما كنتش تقدر لعيب بالظبط بالظبط، ان انت برضو ما كنتش عارف مين اللي هيكمل في ناديه، مين اللي هيمشي، مين اللي صحيح. اللي هيقدر يتحرك، فانت كنت برضو لغايه اخر لحظه انت مستني. نعم. فالحمد لله احنا بدانا الفرقه تتجمع في المعسكر الاساسي اللي هو كان قبل الدوري تقريبا باسبوعين. فيمكن اللعيبه دخلت معانا متاخر، في لعيبه خدت راحات ورجعت فانت محتاج تجهزها، فيمكن حتى كان عندك الوقت دوت ما كانش عندك وقت كافي ان انت تقدر تعمل ماتشات وديه كتير او يبقى مزبوط. في تحاول تقرب اللعيبه من بعض او تعمل الانسجام ما بينهم في طريقه لعب في شكل، ده برده كان مدينا صعوبه شويه ان انت مش قادر تواصل يعني الوقت مش مساعدك في التوقيت دوت. فلغايه لما الحمد لله بدانا الدوري وبدانا اول ماتش طلع الجيش ويمكن عملناه بشكل كويس قوي، ويمكن يمكن الماتش دوت فرق معانا كتير لو السويس يمكن الماتش ده فرق معانا كتير، لو النتيجه كانت ايجابيه كانت هتبقى دفعه كويسه جدا للفرقه، لكن اتعادلنا الماتش دوت وبدات بعد كده طبعا تدخلت على ماتش الاهلي ماتش صعب واتغلبت، ودخلت على ماتش الاتحاد واتغلبت، لكن من ماتش الاتحاد لغايه ماتش بيراميدز الحمد لله الدنيا كانت في تصاعد احسن. الاولاد كانوا بيتمرنوا بشكل كويس، بيحاولوا ينفذوا، الامور كانت ماشيه بشكل تدريجي في المستوى، يمكن معظم الماتشات الحمد لله احنا كنا بنعمل ماتشات كويسه، لكن برضو كان ينقصنا التوفيق في الفترة اللي فاتت شوية، في ماتشات كتيرة خسرناها وتعادلناها ما نخسرش. فالحمد لله يمكن النتيجة برضو ظهرت في آخر مباراة يعني. في مباراة بيراميدز، لأنه أنا كنت في الأسبوع اللي فات تقريبا بنتكلم عن الداخلية بتفرج على مباريات كثيرة لي، داخلية بيؤدي أعتقد بعد الإيقاف كمان. الداخلية بيؤدي بعد إيقاف الدوري يعني 25 يوم داخلية راجع أقوى بكتير من الأول. أنت لسه كنت بتكلمني عن رأس حربة النيجيري رشيد أحمد، أنت قلت لي جه قبل فترة القيد بيوم واحد يعني دخل معانا قبل فترة القيد بيوم واحد وجه وسافر يعني حتى ما كملش معانا ورجع طبعا كان يا دوبك بدأ يخش تدريجي معانا، بدأ يتمرن معانا برضو الفترات، لكن طبعا كان محتاج ان هو يجهز، فما كنتش تقدر ان انت تديله
ماتشات كامله او تقدر تدي له وقت كبير. فبدانا ندخله تدريجيا لغايه لما الحمد لله بدا يخش جوه الفرقه وبدات الامور تتحسن معايا. اهم الصعوبات اللي بتواجهكم بقى كفريق الداخليه هذا الموسم؟ بص كده كابتن اسلام، في يعني في كل الاحوال ان انت بتدور على الامكانيات. طبعا يعني الناس مشكوره في الداخليه على قد ما بتقدر، بتقدر تساعد الفرقه، لكن في الاول وفي الاخر هم ليهم بادجت معين. بادجت معين ما بيطلعش بره. ما بيطلعش بره. وده برضو يمكن معطلنا احنا شويه حتى في حته التدعيمات اللي انت كنت محتاجها او نوعيه اللعيبه اللي انت كنت عايزها. ما كنتش تقدر ان انت تخرج بره البادجت دوت. فمن الطبيعي طبعا الموضوع ده لما بيقل معاك مش هتقدر ان انت تجيب لعيب كويس او لعيب بمواصفات اللي انت عايزها. فاكيد اكيد الحاجات ديت احنا بنعاني منها، لكن برضو الحمد لله يعني ادي للناس حقها، الفرقه واللعيبه اللي موجوده على قد ما بتقدر يا كابتن بتجتهد، وان هي بتحاول تنفذ وبتحاول ان هي طول الوقت تقدر تشتغل او تعمل اداء اللي احنا بنحاول نوصله مع الفرقه. دي حاجه تحسب لهم، والحمد لله هم بيحاولوا يجتهدوا زي ما قلت لحضرتك وبيحاولوا يوصلوا لاعلى حاجه. فدي حاجه كويسه طبعا. يعني انا بحب يعني من خلال حضرتك احب احييهم يعني على الفتره اللي فاتت والتركيز والاداء اللي هم وصلوا له الفتره ديت. طيب طموحكم السنه دي ايه؟ بقاء في الدوري ولا هل من الممكن مركز متوسط؟ بص يا كابتن، اكيد طبعا ان انت طموحنا احنا كمدربين احنا اكيد بتبقى عايز تتحط في مكانه كويسه جوه الجدول طبعا. لكن طبعا في ظل الظروف اللي انت بتبقى موجود فيها والامكانيات المتاحه وصعوبه الدوري السنه دي اكيد طبعا ممكن تبقى الامور مختلفه معاك انت، بس البدايه بس ان انت توصل الفرقه ان هي تبقى في مركز بعيد عن الناس اللي بتنافس تحت او الناس اللي المراكز المتاخره طبعا. لكن طول ما انت يعني بتلعب باطمئنان شويه او بتلعب باريحيه شويه تقدر ان انت تعمل شكل وتقدر تعمل مركز احسن من كده. فاكيد طبعا احنا من طموحنا طبعا ان انت لازم تبقى موجود في نص الجدول على الاقل مع الفرق الكبيره. لكن صدقني الدوري السنه دي صعب جدا على معظم الناس. ليه دايما بنقول هذه الكلمه؟ يعني اشمعنى السنه دي يا ابو المجد؟ يعني ترتيب الجدول والماتشات مش بتكلم على الداخليه، انا بتكلم بشكل عام. انا يعني بتكلم يا كابتن، يعني تيجي تتكلم النادي الاهلي مبارياته، حتى مباريات النادي الاهلي كلها بتبقى صعبه، مباريات الزمالك كلها صعبه، كل المباريات صعبه، مباريات الداخليه صعبه، كل المباريات. يعني كده يا كابتن، في طبعا الفرق، معظم الفرق طبعا الموجوده بتبقى في ناس طموحاتها ان هي عايزه تبقى من الاربعه، في ناس طموحاتها ان هي عايزه تبقى في نص الجدول، في ناس طموحاتها ان هي عايزه تقعد في الدوري. فيمكن دوت هو اللي مخلي المنافسه بادئه من بدري شويه. هتلاقي في نتائج الفتره اللي فاتت الناس شافتها، لا يعني على الورق الطبيعي مش سهل ان انت تكسب. يعني الطبيعي ان انت ما تكسبش فرق. صحيح. لكن زي ما بقول لك كابتن، هي الناس محتاجه ان هي تخلص من بدري. يعني عايزين الداخليه او بيراميدز مثلا لما تيجي تقول الماتش ده هتقول بيراميدز هيكسب كام؟ بالظبط بالظبط. لكن زي ما بقول لك كابتن، هي بقى الصعوبه في ان الناس عايزه من بدايه، مش عايزين يفضلوا لاخر وقت انا في الدوري ولا مش في الدوري. فعشان كده الموضوع بادئ من بدايته صعب. يعني ايه صعب؟ واللي هو هيفنش الدور الاولاني بشكل كويس يا كابتن، يعني بنسبه كبيره جدا هيقدر ان هو يبقى مستريح في الدور الثاني. فعشان كده البدايات كانت صعبه لكل الفرق السنه دي. طيب خلينا نروح للنادي الاهلي، وايه رايك في مشوار النادي الاهلي حتى الان مع مارسيل كولر؟ بص يا كابتن، يعني انا شايف النادي الاهلي الفتره اللي فاتت وخاصه اخر ماتشين، نعم، يمكن انا شايف كانت بدايه كويسه في الدوري. عامل ماتشات كويسه وعامل اداء كويس وكان شكل الفرقه مختلف. انا شايف الفتره اللي فاتت اخر ماتشين بالاخص، شايف ان الحاله اللي موجود فيها النادي الاهلي حاسس ان في عصبيه
مش مبرره. اوكي. حاسس ان في تسرع داخل الملعب من معظم اللعيبه. يمكن دوت هو اللي مأثر بشكل كبير على اداء النادي الاهلي. خاصه يعني لو بصيت على ماتش فيوتشر. لا فيوتشر اللي قبله. الطبيعي ان الماتش جه في وقت من الاوقات بقى سهل. صحيح. تقدر تقول ان النادي الاهلي خلاص ضمن الماتش ويقدر يزود السكور. لكن احنا شفنا برضو ان بعد ما الراجل اتطرد بدات النادي الاهلي تحس ان اللعيبه من جوه الماتش اطمنت زياده على اللزوم. فيمكن ده اللي ادى ان اللعيبه ما تقدرش ترجع للمباراه بشكل سريع يا كابتن في المباراه. صح. دي وانا شايف ان ماتش فيوتشر هو اللي اثر على النادي الاهلي في فاركو وسموحه. يمكن خلى الامور تصعب على النادي الاهلي في فاركو ونفس الشيء في ماتش سموحه. فيمكن دوت يا كابتن انا زي ما بقول لحضرتك ده اللي وصل ان النادي الاهلي للعصبيه داخل الملعب للصربعه برضه فقدان الثقه شويه. بالظبط يا كابتن. يعني برضه خلي بالك كابتن النادي الاهلي دلوقتي هو كان عنده فرصه ان هو يوسع الفرق شويه. صحيح. يمكن انت اللي حطيتنا انت عارف النادي يمكن الأهلي. الضغط يا كابتن اللي حصل دوت اترجم عكسي على اللعيبه جوه الملعب. اوكي. فيمكن زي ما بقول لحضرتك انا شايف ان دوت بس هنا ناس تقول لك ايه يا ابو المجد؟ تقول لك وانت راجل لعبت في النادي الاهلي ويعني في اوقات كانت صعبه برضو جدا. الضغط ده احنا انت متعود عليه. بالظبط. لعيب النادي الاهلي. بالظبط. ففقدانك للثقه وخصوصا في ظل وجود جمهور كبير زي الجمهور اللي متواجد ده ويعني بيعمل كل حاجه عشان يقف يساندك ويدعمك. فشخصيتك فين كلعيب؟ ما انا عشان كده لعيب النادي الاهلي. عشان كده كابتن بقول لك هي بص يا كابتن طول ما اللعيب وصلت له حاله اللي هي العصبيه والصربعه جوه الملعب دي من ماتش تقصد ان من ده من ماتش فيوتشر. بالظبط يا كابتن. هتلاقي القرارات بتاعته جوه الملعب مش مظبوطه. هتلاقي يعني ال 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 الحاجات اللي هو عايز يعملها بيعمل عكسها. يعني اللي محتاجه تتشاط بيبصيها، اللي محتاجه تتباصى تتشاط. فهتلاقي معظم اللعيبه يعني مفيش تمركز جيد جوه الملعب. هتلاقي الفترة دي برضه أنا مستغربها إن يا كابتن بتلاقي أي فرصة مرتدة على النادي الأهلي أو على الديفنس بتحس إن هي هجمة خطرة. وده ما كانش بيحصل الفترة اللي فاتت مع النادي الأهلي. يعني صحيح. في عز ما أنت صحيح. كنت بتبقى عليك. في عز ما أنت كنت بتبقى راكب الماتش وبتهاجم بصفة مستمرة حتى اللي كانت بتيجي على الديفنس في تحولات او كده كان بالامور بتبقى سهله ان انت بتبقى الناس اللي واقفه ورا مركزه. صحيح. متمركزين كويس. بتلاقي الامور سهله جدا معاهم. لكن انا شايف ان الفتره دي يا كابتن انا شايف ان اللعيبه بتفكر في حاجه خارج الماتش خارج الكوره. فيمكن دوت انا شايف ان ده مأثر بشكل كبير جدا مقلل من تركيز اللعيبه. بالظبط يا كابتن. مقلل تركيز اللعيبه جوه الملعب. كيف يمكن التغلب بقى يعني الحل؟ بص يا كابتن الحل انا شايف ان اللعيبه لازم تتلم احسن من كده. شايف ان اللعيبه فاقده مع احترامي يعني شخصيه القائد جوه الملعب. اوكي. ودي مأثره بشكل كبير جدا على الفرقه. بدليل ان في حاجات انا بستغربها ان اللعيبه بيجي في بعض الاوقات يا كابتن مع الضغط او مع النتيجه العكسيه بحس برضو ان في يعني ايه مفيش حد بيستحمل حد جوه الملعب. انا الماتش اللي فات برضه استغربت يعني علي معلول اللي ما كانش بيتعصب متعصب جامد جدا. خلي بالك برضه ما هو ثلاث ماتشات الماتش اللي فات برضه فوز في الدقيقه 46 و 96 96 بالظبط و 16 ثانيه والماتش اللي قبله تعادل. يعني انت كنادي اهلي مش متعود على هذا الامر. فهنا يجب ان تظهر شخصيه القائد. بالظبط يا كابتن. بالظبط يا كابتن. شخصيه القائد لازم تبان. بالظبط يا كابتن. عشان كده كابتن بقول لك لازم يبقى الامور داخل جوه يعني جوه الفرقه. الموضوع مش حتى مش مع الجهاز الفني ولا الاداره. ده اللعيبه بينها وبين بعض. بالظبط. تقعد وتقعدوا تتكلموا مع بعض. لازم الموضوع يبقى داخل الفرقه. لازم اللعيبه يعني تحس بالمسؤوليه وتحس ان هي الفتره اللي جايه ديت مش مستحمله ان انت تقدر يعني تفقد نقاط ثانيه او ان الاداء ما بقاش مستقر او الدنيا ما تبقاش في 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 حاجه احسن. في احسن حال. في احسن حال. عشان كده زي ما بقول لك كابتن لازم اللعيبه داخليا لازم الموضوع يبقى منهم هم. انت عارف الجمهور زعلان من ايه؟
مش ان انت تعادلت طبعا الأداء. تعادل طبعا الاداء الاداء لا يطمئن بقاله ثلاث ماتشات وبالتالي بالزبط. انا بكسب في الدقيقه 96 ولكن انا مش مطمن ممكن قبل كده كنا نكسب في الدقيقه 96 والناس تبقى مطمنه حتى لشكل واداء الفرقه النهارده الناس مش مطمنه قوي لهذا الامر يا ابو المجد ما عشان كده كابتن بقول لك هي المشكله كلها داخليا في اللعيبه بينهم وبين بعض بيقعدوا يتكلموا بقى الحاجه الثانيه يا كابتن لازم اللعيبه تلتزم اكتر من كده يعني تلتزم بمعنى التكليفات اللي بتتاخد جوه الملعب لازم ينفذها يعني التكليفات اللي هو بياخدها جوه الملعب طريقه اللعب الحاجات اللي المفروض شخصيه النادي الاهلي تبان فيها لازم 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 يبقوا مصرين عليها كابتن اوكي يعني ما يتاثروش ولا بنتيجه ولا بضغط جمهور ولا برضه يعني عدم استقرار في المستوى لا انا محتاج ان انا ليا سيستم وليا طريقه لعب وليا اسلوب لعب لازم احافظ عليه طول الوقت انا ماليش دعوه بالفرق اللي قدامي بتشتغل ازاي لا أيوه. المفروض الفرقه اللي هي بتشتغل عليا انا كنادي اهلي وانا سيستمي معروف. لازم تبقى حلولي موجوده ولازم تبقى اللعيبه محضره للشغل ده كابتن فانا عشان كده بقول كابتن محتاجين جدا الفتره اللي جايه تركيز بشكل كبير جدا داخل الملعب اللعيبه تنفذ اللعيبه تبقى حافظه التعليمات ايوه ومصره عليها اذا التركيز هو اللي هيوصل كل الحاجات اللي حضرتك بتتكلم فيها دي ان انا اركز في الملعب واركز فقط في كل التعليمات الخاصه بالكوره في المباراه القادمه اللي هي مباراه سيراميكا كليوباترا وهي مباراه صعبه سيراميكا بيمر يعني بنتائج بعض الاوقات جيده فكل بيبقى دايما قدام النادي الاهلي بيحاول ان هو يعدل الفريق من قدام النادي الاهلي بالظبط يا كابتن انت عارف يا كابتن ماتشات النادي الاهلي بتبقى ليها اهميه خاصه عند اللعيبه فاي فرقه هتلاعب النادي الاهلي بتبقى في قمه تركيزها وبتلعب بشكل منظم وبتبقى حريصه جدا في كل حاجه بتعملها مع النادي الاهلي فعشان كده النادي الاهلي لازم يحضر نفسه طبعا او اللعيبه تحضر نفسها ان كل الماتشات بالنسبه لها هتبقى صعبه الفتره اللي جايه حقيقي فلازم زي ما قلت يا كابتن لازم اللعيبه نفسها يبقى يعني هاديه وتبدا تشتغل على المكسب وتبدا تشتغل بنفس اسلوب لعبهم اللي بداوه في اول الموسم. طيب الجماهير طبعا كلها زعلت واعتقد ان انت كمان زعلت على اكرم توفيق طبعًا. واصابه طبعًا. اكرم توفيق بالرباط الصليبي اعتقد يعني الحمد لله ان هي جت على قد كده. يعني من الحاجات اللي زعلتني جدا وحاسس ان هي جت في توقيت ما شاء الله اكرم كان بيأدي بشكل كويس قوي حقيقي وانا شايف ان يعني برضو من الحاجات اللي هتأثر بشكل كبير جدا على النادي الاهلي الفتره اللي جايه ويمكن حتى في المنتخب اكرم كان حالل مشكله كبيره جدا حقيقي في الجبهه اليمين ويمكن كان عامل شغل هايل والاداء بتاعه كان بيتطور يوم بعد يوم نعم لكن الحمد لله طبعا ربنا رب يرجعه بالسلامه ان شاء الله ويرجع احسن من الاول ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله عموما خلينا نكمل كلامنا ولكن نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين كابتن ابو المجد هبدا معاك في الدوري العام ورايك في مستوى التحكيم في الدوري العام هذا الموسم ما بلاش نتكلم في الماضي يعني شايف كابتن بصراحه ان مستوى التحكيم كان اول 3 4 ماتشات جيد يعني فكره الدفعه الاولانيه لرئيس لجنه الحكام مع الحكام كانت مركزه بشكل كبير جدا لغايه برضو لما رجعنا تاني لنفس الرتم الاولاني يا كابتن رجعنا نفس الريتم اللي هو اي لمسه فاول اي تاتش بالكره في الايد ضربه جزاء وبدات تعمل ضغط على نفسك مع ان انا شايف ان التحكيم كان بادئ بدايه الموسم لا الموضوع كان مختلف الالتحامات بقت عاديه جدا حتى تقنيه الفار كانوا بيأدوها بشكل كويس قوي الناس كانت مركزه الناس ما كانتش بتاخد وقت كتير جدا في مراجعه الاخطاء او اللعب فكانت الامور ماشيه بشكل كويس ويمكن حتى انت كنت خلاص اللعيبه كانت
مشيت في الاطار ده يا كابتن، حتى اللعيبه والانديه والاجهزه بدات تخش في خلاص. الاطار ده خلاص بقى ايه الكره السريعه والالتحامات الطبيعيه جوه الملعب. لكن انا شايف ان الموضوع يا كابتن بصراحه قلب بعد كده برضه، شايف شايف الموضوع قل، تركيز الحكام لا ما 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 مش احسن حاجه، شايف ان بدات تبقى في اخطاء كمان واضحه، شايف ان في حاجات بتتعمل مش عارف مش طبيعيه. فلا انا شايف ان برضو في علامه استفهام الفتره ديت. مش عارف، انا الحقيقه بتحس ان الدوري قبل التوقف حاجه وبعد التوقف حاجه تانية في كل في كل حاجه في كل المنظومه. يعني المنظومه، يعني انا بشوف ان التحكيم برضو فعلا على رايك كان اول ثلاث اربع يعني كانت الدنيا ماشيه شويه كويس، بعد كده الامور اختلفت تماما. هي قاعده الست ثواني لسه موجوده وبيتم تطبيقها بالظبط في مباراه الاهلي وسموحه. هل سليمان مسك الكوره 13 ثانيه بالظبط، احنا عديناه 13 ثانيه والحكم ما حسبش حاجه. انا ما اعرفش هل الحاجات دي بتبقى مش عن جهل ولا عن عمد، ولا انا الحقيقه ما اقدرش اتكلم في هذا الامر، لانه او احنا دايما بنتكلم في مثل هذه الامور، لكن انا مش عارف هو ده جهل ولا عمد، ولا انت مش واخد بالك، ولا بتطنش، ولا ايه اللي بيحصل يعني. لا اكيد يا كابتن، يعني انا شايف ان هو بيبقى برضه معظم الحاجات اللي بتبقى زي كده او الحالات اللي زي كده ممكن ما تبقاش في تركيز الحكام، خاصه ان هي ما بتتكررش كتير. يعني ما انا كفريق ذنبي ايه؟ المفروض يعني انا كواحد بشجع النادي الاهلي، حصل في اي نادي في مصر وانا بشجع مثلا النادي ده في مصر، وده حصل ان الحارس المرمى مسك الكره 13 ثانيه، مش مثلا 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10، 13 ثانيه. يعني في قد يعني هو المفروض 6 ثواني، هو واخد ضعف الوقت بالظبط والحكم ما خدش باله. ف هي برضه يا كابتن هي نفس برضه الفكره بتاعت ان بتبقى مثلا في فرقه كسبانه، فمن الطبيعي ان في ناس بتحب تهدي اللعب، فالحكام بتبقى ماشيه في الاطار دوت. طب لعيب بيقع يروح منزل له الطاقم الطبي وهو اصلا ما فيهوش حاجه. يعني في حاجات انت كحكم لازم تقراها بعينك، اللعيب دوت فعلا مصاب، هل في حاجه حصلت؟ تحتاج ان هو فعلا توقف اللعب، صح. ولا هو الطبيعي ان هو بيحاول يهدي اللعب. يعني انا بقول يعني الحالات اللي زي كده كابتن، لو حكم مره في مره مشيت محدش هيقع. صحيح. يعني الناس هتبدا تشتغل ان انت محتاج برضه في معظم الوقت اللعبه كابتن يمشي والفرق تشتغل يعني الامور تبقى احسن من كده. الدوري السنه دي شكله عامل ازاي؟ من افضل الفرق او الحصان الاسود من وجهه نظرك في هذا الدوري؟ بص يا كابتن، يعني بنسبه كبيره لسه ما ظهرش موضوع الفرقه اللي هي هتبقى الحصان الاسود في الدوري. زي ما قلت لك المنافسه بادئه من بدري جدا، يمكن حتى زي ما انت يعني لو جبت ترتيب الجدول يا كابتن هتلاقي مثلا تقريبا من العاشر لغايه تحت الفرق مش كبير، فتلاقي كل الفرق قريبه من بعض. اللي بيكسب ماتش دلوقتي بينط في مركز كويس. لسه ما فيش الفروقات الكبيره في المراكز او ما بين الفرق وبين بعض. طبعا انت بتلعب في الاسبوع التاسع وخلص الاسبوع التاسع، فدي برضو لسه قدامنا شويه عقبال ما الامور تتضح ان مين اللي هيكمل، مين اللي مش هيكمل، مين اللي هيفضل محافظ مين. فالامور لا الامور انا شايف الامور السنه دي هتبقى مختلفه وهتبقى صعبه جدا، والموضوع مش هتحسب من بدري. طب الماتش الجاي مين الداخليه؟ احنا عندنا الماتش الجاي ام بي ان شاء الله. ام بي؟ ام بي مع كابتن طلعت. كابتن طلعت مسك مسك قبل الماتش ده ولا اول مسك؟ لا مسك النهارده اول يعني تلك. اول يوم يعني هتبقوا انتوا اول مباراه في أول ملعبكم ولا مش هتفرق؟ مش هتفرق، احنا بنلعب على ملعب بترو سبورت برضه. والله؟ بس هو هو ماتشهم يعني. هو ماتش ام بي. مين ابرز اللاعبين اللي انت شايفهم لغايه دلوقتي برضه في الدوري؟ في الدوري؟ انت شفت 9 فرق يعني. يعني بص يا كابتن، يعني مثلا في جون ايبوكا في سيراميكا شغال بشكل كويس قوي. بتتكلم على حسين الشحات الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس، حتى لما بينزل بيأدي بشكل كويس. انا بالنسبه لي برضو رضا السيد عندنا حراسه المرمى شغال ما شاء الله بحاجه محترمه جدا وشغال بيأدي. محمد نجيب الحقيقه اللي كان بالنسبه لي مفاجاه كبيره جدا في الداخليه يعني. محمد نجيب عامل شغل رائع، فارق معانا بشكل كبير جدا، يمكن خبرته وجوده من الناس اللي فارقه معانا السنه دي، ويمكن يعني دوره جوه الفرقه
ومع الماتشات باين الحمد لله. يعني هتلاقي يعني في 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 هتلاقي في كل فرقه كابتن لعيب او اتنين ماشيين بشكل واسع. احمد الشيخ عامل طفره في المحله، هداف الدوري، ده في الدوري ست اهداف، فماشي برضو بشكل كويس واداؤه واضح الفتره اللي فاتت مع غزل المحله وفارق معاهم. فيعني هتلاقي يعني في 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 لعيبه كتير ظهرت الفتره اللي فاتت بشكل كويس يعني. طيب 7 مدربين تم تغييرهم حتى الان، اعتقد يعني بعد الاسبوع السابع او الثامن بيحصل كده، اعتقد لسه بدري. بالظبط كده. يعني انا الحقيقه في مره الاسبوع اللي فات قبل ما تلعبوا ماتش بيراميدز كان عندكم ماتش واتغلبتوا تقريبا او تعادلتوا حاجه كده. اتغلبنا لا المحله، لا كان المحله اخر ماتش اتغلبناه المحله. كان ماتش وكنتوا عاملين ماتش كويس جدا، فانا قلت ايه ان اداره الداخليه حتى، لكن اداره الداخليه الحقيقه صبره جدا على الامر، وبالتالي بدات الشكل العام يبان على عكس بعض الفرق الاخرى اللي اول ما حصل حاجه هزه ولو كانت بسيطه اطاحت بالمديرين الفنيين. بص يا كابتن، يعني انا شايف ان وجهات نظر كلها مدارس يعني. انا بقول لك كابتن مهم جدا يا كابتن ان صانع القرار يبقى قريب من اللاعبين من الحدث، الجهاز الفني. يعني لازم يبقى قريب من الجهاز ولازم يبقى قريب من اللعيبه ويعرف ايه اللي بيتم. وده الحمد لله ده موجود في الداخليه. يمكن يعني الاداره او سياده اللي هو عثمان موجود معانا بشكل مستمر، فهو شايف بعينه المجهود اللي بيحصل واداء الفرقه بتشتغل ازاي وبتادي ازاي. فهو بالنسبه له يعني الحمد لله الموضوع مش مقلق، يعني الموضوع كنتائج شايف ان النتائج جايه. يعني النتائج كده كده جايه طول ما اللعيبه بتتمرن بشكل كويس، طول ما اللعيبه بتادي وبتعمل ماتشات كويسه، المكسب باذن الله والتوفيق كده كده ان شاء الله هيجي لك. فعشان كده الامور كانت بالنسبه لنا الحمد لله يعني فيها هدوء، وده انعكس على اللعيبه الفتره اللي فاتت الحمد لله. ما اشتغلوش تحت ضغط خالص، ويمكن الحمد لله احنا برضو ما بنشتغلش تحت ضغط. الموضوع ببساطه كده هو تعاون ما بيننا وما بين النادي، احنا عايزين نعمل حاجه كويسه للنادي. اوكي. والنادي بيحاول يساعدنا ان احنا نكمل في جو كويس يعني. لكن طبعا الظاهره طبعا يا كابتن انا شايف ان هي يعني حاجه مش كويسه. 7 مدربين بعد في الدوري على الاقل 9، في واحد كابتن ربيع بعد 3 ماتشات. بالظبط يا كابتن. يعني هو التقييم بي 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 بيجي ازاي يعني؟ تقييمك انت للمدرب، انت اكيد لما بتجيب مدرب يا كابتن وتتعاقد معاه في اول السنه انت بتبقى مقتنع بيه طبعا، وبتبقى عارف ما متعاقد معاه ليه. بالظبط، وبتبقى عارف الراجل دوت صحيح هيعمل ايه مع الفرقه، او هيشتغل بالطريقه اللي تناسب الفرقه وتناسب النادي ولا لا. عشان كده انت بتجيب مدرب بالمواصفات اللي انت عايزها. نعم. لكن انت بعد كده يا كابتن لما تيجي مثلا تغير بعد 3 ماتشات او 4 ماتشات، متهيألي برضو كمده يعني متهيألي قصيره جدا ان انت تقيم فيها مدرب، خاصه يعني هتلاقي في فرق بتغير يا كابتن وهي اصلا ما عندهاش امكانيات. يعني انت ما وفرتش للمدرب دوت اي حاجه، لعيبه ما وفرتلوش، صحيح، معسكرات كويسه، ما وفرتلوش مرتبات وفلوس واجهزه وحاجات امكانيات اللي هي تخليه يمشي بشكل كويس. فيمكن يعني قبل انت ما تحاسبه حاسب نفسك يعني ببساطه يعني. فانا شايف يا كابتن فكره تغيير المدربين انا شايف لازم يبقى في، مع احترامي يا كابتن، زي ما انت كرابطه انديه حامت الانديه ان المدرب ما يسيبش النادي ويمشي، لازم حضرتك كمان تحمي المدرب. رأيي لازم تحمي المدرب ازاي؟ دي قرارات مجلس اداره ما لهاش علاقه لا يا كابتن. يحميه ازاي يا كابتن؟ انت لما المدرب بيسيب الفرقه ما يشتغلش. طب ما هو ده اللي بيحصل. طيب ما بيشتغلش. هو دلوقتي يعني لو انا اللي سبت الفرقه ومشيت، انا اللي استقلت وسبت الفرقه ومشيت، انا مش همرن السنه دي. ايوه صح. هقعد في البيت. صح. لكن النادي ليه حق ان هو يمشي المدرب ويجيب مدرب تاني. ويجيب مدرب تاني. وفي نفس الوقت انت المدرب ده ممكن يبقى الشرط جزائه بيبقى شهر يا كابتن ولا حاجه، ممكن يقعد سنه كامله ما استفادش حاجه. اوكي. الحاجه الثانيه يا كابتن، النادي ليه ان هو يغير 10 مدربين زي ما هو عايز بمزاجه. ايه طب دي انا كرابطه يعني لو انا رابطه لا يا كابتن، زي ما حددتها للمدرب ان ليه ناديين. انا المدرب تحت ليه ناديين يا كابتن. مجلس الاداره بيبقى بياخد قراراته ازاي؟
بياخد قراراته من يعني قوته في جامعته العموميه مش في الرابطه. يا كابتن لا انا بتكلم على ان الرابطه حددت انتقالات المدربين. لو انا اللي مشيت استقلت خلاص انت مش هتشتغل، هتقع في بيتك مش هتروح نادي تاني. صحيح. لكن لو النادي اللي مشاك ليك نادي واحد. طب ايه زي ايه؟ عايز ايه؟ ليك نادي واحد. تعمل ايه؟ مثلا لا يا اما النادي يا كابتن يا اما النادي يتحمل السنه كامله للمدرب يا اما النادي هو انت ليك مدربين في خلال السنه. ما تبقاش مفتوحه برضو للنادي يا كابتن، لو انت عايز تفتحها للنادي افتحها للمدرب. ما انا برضو وجهه نظر برضو. ما انا برضو يا كابتن ممكن مع احترامي يا كابتن لما اجي اخش نادي. فهو دلوقتي لو مثلا جه قال لاي فرقه انت ليك اثنين مدربين فقط، مفيش حاجه اسمها كده. طب سؤال يا كابتن، انا باخد قراري على حسب رؤيتي كمجلس اداره. طب برضو استفسار يا كابتن، لو انا دلوقتي جيت انا كمدرب مدير فني دخلت نادي واتفقت مع حضرتك على طريقه الشغل وامكانيات معينه عايزك توفرها لي عشان اكمل شغل في النادي، وحضرتك جيت في وقت من الاوقات ما التزمتش معايا، وانا شايف ان انا مش هقدر اشتغل اكمل، تعمل ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ مش عارف. لو انا مشيت خلاص انا قعدت في البيت. مش هتلعب، هتقعد في البيت. انا قعدت في البيت والنادي بالنسبه له مش فارقه معاه. امشي وماشي وهجيب واحد تاني. ماشي اسلام مهد علي بالظبط. يعني فعشان كده يا كابتن لا يعني انا شايف يعني حاجه كويسه ان تبقى الانتقالات محدده. مفيش مشكله. بس في نفس الوقت برضه يا كابتن لازم تحمي المدرب. انا كمدرب ما انا ممكن اقعد السنه ديت ما اشتغلش عشان مع احترامي قرار من رئيس مجلس اداره لا اقعد لا شكرا مش عايزك. طب ماشي انا استفدت ايه بقى؟ استفدت ايه؟ شرط جزائي شهر مثلا ولا حاجه. طب وبعد الشهر؟ بالظبط ولا حاجه. فهي الفكره كلها كابتن يعني يتم طرحها ان شاء الله خلال الفتره الجايه. اخيرا انا عايز اعرض لك برضو مباريات الجوله العشرة علشان نتكلم فيها ونشوف وجهه نظرك في هذه المباريات. الحقيقه الثلاث يوم الثلاث اللي هو بكره ان شاء الله مباراه بيراميدز والاتحاد السكندري الساعه 5. كلمتين كده عن المباراه البيراميدز والاتحاد. يعني كابتن هتبقى مباراه صعبه جدا، بيراميدز مغلوب الماتش اللي فات ونفس الوقت الاتحاد كسبان المره برضو الماتش اللي فات، فمحتاج ان هو يحافظ على المكسب بتاعه. وبيراميدز طبعا محتاج ان هو يعوض فهتبقى مباراه صعبه جدا. طيب انبي والداخليه ده يوم الاربع، في اربع ماتشات انبي والداخليه، الجيش وحرس الحدود، فاركو فيوتشر، سيراميكا والاهلي. انبي والداخليه ماتش هيبقى صعب جدا طبعا، يعني النادي انبي طبعا مدير فني الجديد لانبي والداخليه منتشي، فاحنا محتاجين نتكلم انا عن لا محتاجين طبعا يا كابتن ان احنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا بمكسب، فمحتاجين باذن الله ان احنا يعني نستمر على كده والامور تتحسن الفتره الجايه ان شاء الله. فاكيد هتبقى مباراه صعبه جدا، وهتبقى برضو انا شايف المباراه دي فارقه بالنسبه لنا طبعا، يعني باذن الله يعني ربنا يقدر لنا باذن الله المكسب. باذن الله يا كابتن هنمشي كويس، في الدوري ان شاء الله. الطلاع الجيش وحرس الحدود، برضو ايضا منتشي بعد الفوز الاخير على البنك، وطلاع الحرس كسبان برضو والحرس كسبان مع بنك الاهلي، والجيش متعادل الماتش اللي فات. شايف برضو ان بص يا كابتن كل الماتشات صعبه جدا. والفتره دي يا كابتن صعبه جدا ان انت تتوقع مين اللي هيكسب. يعني المفاجآت صحيح. بتحصل بره يعني خارج الملاعب وخارج التوقعات بالظبط. فعشان كده يا كابتن الماتشات كلها الفتره اللي جايه زي ما بقول لك هتبقى صعبه جدا. الخميس بقى ماتشات الزمالك والاسماعيلي الساعه 7 وسموحه وغزل المحله الساعه 5، والبنك الاهلي والمقاولين العرب ده يوم الجمعه، وسموحه وغزل المحله ايضا يوم الجمعه. يوم الخميس المصري واسوان والزمالك والاسماعيلي. المصري واسوان برده مباراه صعبه وكل حاجه، ولكن المصري بعد الفوز على المقاولين، واسوان الحقيقه منتشي جدا مع كابتن ايمن رمادي. اكيد طبعا كابتن مصر، مباراه المصري يعني هم لسه كسبانين اول مباراه مع كابتن حسام، فهتلاقيهم برضو بيدوروا على مكسب تاني، وخاصه كانوا بيلعبوا الاسماعيلي صح؟ هم تعادلوا 2-2 مع المقاولين وكسبوا الاسماعيلي 1-0 صح. فهم بالنسبه لهم يا كابتن
محتاجين ان هم ياكدوا برضو المكسب. خاصه انا شايف ان الامور بالنسبه لهم مش هتبقى صعبه، يعني مش هيروح يلعب في اسوان ده عنده في ملعب بالظبط، يعني اقصد مش هيطلع مش هيسافر، فهتلاقي الامور برضو بالنسبه له افضل فيها اريحيه شويه. الزمالك والاسماعيلي ماتش صعب جدا على نادي الاسماعيلي، خاصة اسماعيلي بيتقال اخبار ان ميدو اصبح مديرا فنيا لنادي الاسماعيلي، حتى الان لم يتم التاكيد، ولكن يعني انا شايف تصريحات كثيره لميدو ان هو موافق جدا على التواجد، فبالتالي اعتقد ان ميدو هيكون مديرا فنيا لنادي الاسماعيلي في مباراته امام الزمالك. بص يا كابتن، يعني انا شايف ان الموضوع هناك يعني مش هيبقى تركيزه على المدير الفني، انا شايف ان الموضوع بالنسبه للنادي الاسماعيلي لازم يبقى اكثر هدوءا، والدنيا هناك لازم واحد تبقى يشتغل اسبوع مستقر، الناس الدنيا تبقى مستقره شويه، هيفرق كتير جدا مع الفرقه. لكن فكره الضغط وفكره برضو عدم الاستقرار الفني وعدم الاستقرار المادي والاداري، هتلاقي الامور برضو كابتن صعبه جدا على النادي الاسماعيلي، خاصه ان هو يلعب نادي الزمالك، ونادي الزمالك متعادل الماتش اللي فات، فمحتاج ان هو بيدور على المكسب وعايز يقرب شويه من النادي الاهلي. صح، فهتلاقي برضو الماتش كابتن مش سهل. مش سهل طبعا. سموحه وغزل المحله، سموحه برضو بعد التعادل مع النادي الاهلي، وغزل المحله بعد التعادل الاخير في مباراته، فبالتالي مباراه هتكون صعبه. البنك الاهلي والمقاولين العرب اخر مباراه. يعني سموحه وغزل المحله، البنك الاهلي، المقاولين، هتبقى تقريبا يعني الماتشات شبه بعض. البنك الاهلي بقى طبعا الوضع بتاعه مختلف الفتره اللي فاتت، وترتيبه في الجدول مش بالشكل اللي الناس بتطمح يكونوا موجودين صحيح عليه، فيمكن ده هيخلي برضو الامور بالنسبه لهم الماتش هيفرق بشكل كبير جدا معاهم. المكسب مهم جدا بعد فتره الهزائم اللي فاتت، فاكيد هيبقى ماتش صعب جدا. يعني عموما ان شاء الله نشوف ماتشات جيده في الاسبوع العاشر، لان الاسبوع التاسع الحقيقه ما شفناش ماتشات جيده، وشفنا عدد قليل جدا من الاهداف. نتمنى ان شاء الله ان يكون الاسبوع العاشر مليء بالاهداف، لان الجمهور بيحب دايما يشوف الاهداف. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عبد المجيد على وجودك معانا، واتمنى لك التوفيق مع فريق الداخليه في حياتك خلال الفتره اللي جايه. شكرا كابتن سليم، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للكابتن ابو المجد مصطفى. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل محمد جمال ومحمد مصطفى في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. محمد جمال، ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله زي الفل. العالم خلص بقى، هنتكلم براحتنا النهارده. هنتكلم بقى براحتنا في اتحاد الكوره بقى، وشغل جامد جدا عندنا شغل كتير النهارده في اتحاد الكوره. ازيك يا محمد مصطفى بقى، محمد جمال ومحمد مصطفى النهارده. ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ مبسوط معاك. كله تمام حبيبي؟ الحمد لله. الحمد لله. محمد خليني ابدا معاك الاول. مبدئيا انا لما بيبقى عندي بطوله او تصفيات بطوله، لما هذه التصفيات تقام او القرعه بتاعه التصفيات دي تقام، بيبقى في اعلان عنها. هل حد في مصر كان عارف الا مجموعه قليله ان هناك تصفيات لكاس الامم الافريقيه اللي تؤهل لكاس العالم للشباب تحت 20 سنه؟ بص يا كابتن، هو المشكله مش بس كمان في طريقه الاعلام او المشكله في الاهتمام حتى منتخب الشباب، في مشكله كبيره جدا دلوقتي بتواجه منتخب الشباب، ان ما فيش وديات قبل البطوله. اعتذروا، يعني زامبيا اعتذرت. هو الاول يعني القصه عامه من البدايه ان محمود جابر طبعا المدير الفني كان عمل بطوله كويسه في بطوله كاس العرب، وكان لعب طبعا لحد المباراه النهائيه قدام منتخب السعوديه وخسر بركلات الترجيح. فانت لما بتتكلم بعدها على ان هو بقى المنتخب ده نوايا للمنتخب الاول، والراجل روي فيتوري بيتفرج عليه وكان بيدعمهم في كاس العرب، فانت محتاج انك تعد منتخب قوي، منتخب شباب يكون لجيل منتخب مصر. صحيح. فاللي حصل ان كان في جلسه، احنا كان بقى يعني خلاص بقى معلومات بقى، كان في جلسه بين الكابتن محمود جابر وبين يعني كابتن حازم امام وكابتن بركات وجمال علام طبعا رئيس اتحاد الكره المصري، عن طبعا ان هو الاستعدادات ازاي. الراجل كان طالب الاول مباراتين وديتين كبار قدام بقى السنغال، قدام نيجيريا اللي هم معانا في المجموعه، قدام الكاميرون، قدام المغرب، وقالوا له طب خلاص حاضر هنبعت للمنتخبات دي ونجيب لك منتخبات. بالفعل يعني حصل كده شويه تاخيرات وحصل اعتذارات من بقيه المنتخبات، توصلنا لاتفاق مع زامبيا وقت بدايه المعسكر يوم 20 ديسمبر. حلو. الراجل اعلن قائمته، والمفترض ان هو يلعب زامبيا وخلاص تمام التمام، هيجوا يلعبوا مباراتين وديتين. كان الراجل لعب مباراتين وديتين يمكن ضعاف شويه قدام بنين، وده برده مش اللي يخليك تستعد بشكل كويس. المباراتين دول كانوا في نوفمبر، فهو بيبقى بعيد قوي عن المعسكرات. المفترض ان هو كان يجيبوا زامبيا، زامبيا اعتذرت، ما لقوش منتخبات، لقوا منتخب غانا للمحليين.
فهل منتخب غانا المحليين هو ده الاستعداد القوي؟ لانك هتلعب نيجيريا، هتلعب السنغال، هتلعب طبعا موزمبيق في شهر فبراير، وانت اكيد محتاج تصعد، ومش محتاج بس انك توصل كاس العالم، انت محتاج تفوز بالبطوله، خاصه ان البطوله في مصر. صحيح. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي كان راح لهم الكابتن بركات واتكلم معاهم، قال لهم نصا كده انا ما يهمنيش انك يعني انت كده كده المفروض انك تصعد كاس عالم، لانك تفوز بدور انت اول اثنين يا كابتن هيصعدوا من المجموعه، اربع فرق اثنين هيصعدوا وافضل توالد، وافضل توالد. فعندك قدره طبيعيه جدا انك تصعد، مفيش مشكله، اكيد مش هتخرج اخير خالص الثلاث مجموعات. عندك لو فزت بمباراه في دور الثمانيه وصعدت نص النهائي، انت خلاص صعدت لكاس العالم. طالبهم بالبطوله، لو انتوا المفروض ان انتوا تاخدوا البطوله. وبرده كان في القرعه يعني كابتن محمود جابر شفته يعني ايه، يعني لما سمع برده المجموعه يعني تقيله شويه، واتكلم على قوتها، خاصه ان انت يعني المجموعه دي انت يعني صعب ان انت تخرج منها. ده برده صوره عايز اتكلم فيها. اتفضل. ان هو ضم محترفين في المعسكر ده، طبعا صلاح باشا ده موجود قبل كده، ضم الاول مره مصطفى اشرف طبعا بيلعب في بروسيا مونشنجلادباخ الالماني. حلو انك تجيب محترفين، حلو انك تجيب لعيبه صغيرين في السن، وكان كمان ضم تيبو جابريال بيلعب في هوفنهايم الالماني، ده لعيب صغير شويه كان من منتخب كابتن محمد وهبه، ولكن هو اتصاب النهارده وخرج من المعسكر. ولكن كان فين التفكير ده؟ انك تضم عدد كبير جدا من المحترفين من بدري، مش قبل البطوله اكيد، انك تجربهم. فلسه هنشوف الاستعدادات، هيلعبوا بكره ان شاء الله اول مباراه، وفي مفترض مباراه ثانيه اخر الاسبوع. محمد مصطفى برضو عايز اعرف رايك في هذا الامر، خصوصا في ظل حاله التعتيم الغريب جدا على موضوع منتخب الشباب. بالنسبه لي منتخب الشباب هو النواه دائما، هذا الامر هم النواه، هذا الجيل من اللاعبين بيكون النواه لان يكون هناك منتخب اول قوي ومنتخب اولمبي قوي خلال الفتره القادمه. صحيح يا كابتن، احنا بقالنا سنين طويله عندنا مشكله دايما في منتخبات الشباب، يعني باستثناء الجيل بتاع كابتن شوقي غريب اللي فات اللي كان فيه احمد ياسر عيان ورمضان صبحي والجيل ده اللي كسب افريقيا هنا وراح اولمبياد، يعني كان بعض العناصر كويسه وكانوا نجوم حقيقي، كانوا مشاركين مع الفرق الاولى في انديتهم. ولكن قبل كده انت لغايه جيل محمد صلاح هات لي اسم لاعب شاب واحد او منتخب شباب او ناشئين واحد ظهر منه نجوم، مفيش. هو جيل بتاع محمد صلاح، صلاح وحجازي والنني وصالح جمعه، انما غير كده ما كانش فيه اي نجوم خالص خلال فتره الثمان وتسع سنوات. فرجعنا لنفس الايه مره ثانيه، وان احنا عندنا منتخبات ناشئين وشباب ما بتحققش النجاح الكافي، وما عندهمش في المنتخبات دي ما بيحوشوا النجوم اللي يقدروا ان هم يشيلوا الفرقه. النهارده بتتكلم في اسامي كلها ما بتشاركش مع انديتها في الدوري الممتاز، مش معروفين بالنسبه للناس، يعني الناس بدات تعرف حتى اللعيبه شويه في البطوله العربيه لما صعدوا فاينل وخسروا فاينل قصاد السعوديه، ولكن برضه لسه يعني ما فيش حد فيهم خد فرصه، الناس كلها استنت ان صلاح باشا ده هياخد فرصه مع فيتوريا مثلا في المنتخب الاول، وان هو اعجب بعدد من اللعيبه زي مثلا الدبيس ولا رشدان ولا صلاح باشا، تخيلنا انه خلاص هيبقى في فرص واللعيبه دي هتشارك مع الفرقه الاولى، ولكن نفس الامر لغايه ما وصلنا بقى النهارده ان انت تصفيات افريقيا بتقام، تعتيم اعلامي عليها كبير جدا، بلاش اعلامي احنا عملنا اللي علينا من ناحيتنا، ولكن تعتيم من ناحيه اتحاد الكره في ابراز التفاصيل جداً الخاصه بالمنتخب ومعسكر المنتخب بالظبط. وانا اظن ان كمان اتحاد الكره احساس يعني ان هم ما عندهمش قناعه قوي باللعيبه، عارف انت بتبان قوي في التصريحات ان انا طالع وان احنا عندنا جيل قوي، ان احنا عندنا مدرب اختار عناصر مهمه جدا من الانديه، او ان احنا جبنا لعيب من بره بيلعب في النادي. كانت مفاجاه اساسا ان هم ما صرحوش اصلا، يعني هم ما صرحوش تماما عن البطوله. هو ده اللي انا مستغرب خالص. ممكن يا كابتن وجهه نظري يعني براجل بغطي اتحاد الكوره ان هم مش عاوزين يحطوا ضغط كبير ان منتخب يحقق حاجه، فالموضوع جه ويعني هو بيمشي كده ان منتخب الناشئين خسر وخرج من بدري فانت القصه بقى في الضغوط. انا احط ضغوط على منتخب الشباب، لو حطيت عليه الضغوط من دلوقتي الجمهور هينتظر، ولا ضغوط على اتحاد الكوره هو مش عايز يحط ضغوط على نفسه. ببص اكيد بيحط اكيد ضغوط على نفسه، لان هو دلوقتي لو خسر منتخب الشباب ده، انت عندك منتخب شباب ناشئين منتخب اول ما وصلش كاس عالم، فانت سنه واحده كل المنتخبات خرجت، فانت ده اكيد خطا كبير جدا لاتحاد الكوره، واكيد هيتحمل فيه مسؤوليه. انا عارف ان في منتخب الاول انت جاي مستلم من الناس، ولكن انت ممكن ما لومكش على امم افريقيا، ممكن ما لومكش على تصفيات كاس العالم، ولكن احنا فين في الفتره اللي فاتت؟ لا بس هي مش بس كده يا كابتن اسلام، هي الفكره انت كاتحاد كوره رؤيتك ايه؟ انت النهارده جبت فيتوريا وجبت كلاتنبرج وجبت ميكالي مثلا مع المنتخب ومدير فني الاتحاد انت بقى خطتك ايه؟ مدير فني الاتحاد ده قصه ثانيه. بالظبط، انت النهارده رؤيتك ايه؟ انت هتديني ايه الاربع سنين؟ انت قلت فيتوريا هيختار لعيبه كمان تصريحات من كابتن حازم امام كان بيقول ان فيتوريا بيقول لهم في المرحله السنيه اللي ما بين 21 ل 26 سنه عدد اللعيبه اللي بيشاركوا او من 18 ل 23 عدد اللعيبه اللي بيشاركوا في الدوري الممتاز في المرحله السنيه دي قليل، بيقول لهم انا مش لاقي لعيبه باستثناء بس احمد شريف اللي هو لاعب بتاع فاركو ده الوحيد اللي صغير في السن. غير كده انت ما عندكش لعيبه في المرحله السنيه دي 18 ل 23
بالظبط. لا كان فيتوريا الاخر انا ما عنديش لعيبه من 18 ل 23 24 سنه اعرف اضمهم للمنتخب. وبالتالي انت بتتكلم كمان سنتين ثلاثه لما الجيل ده خلاص يعدي ال 30 فانت بتتكلم في ان انت هيبقى انحدار اكبر من الانحدار اللي انت فيه. أوكي. فلازم من النهارده انت تشتغل على المنتخب ده ولازم تشتغل بقى على المنتخبات اللي من بعده كمان لان احنا خلال سنتين ثلاثه مش هنلاقي منتخب. صحيح بالظبط. طيب على الجانب الاخر بما انك جبت سيره كلاتنبرج وحكايه كلاتنبرج خلال هذه الفتره. لا كتير كلاتنبرج كتير بقى راح شويه نبدا منين. طيب اخر حكايه اخر طبعا الاستقالات اللي ضربت لجنه الحكام من كام يوم كده اتحاد الكوره خرج علينا. الاول طبعا في حاجه عايز اقولها ان تشكيل لجنه الحكام حصل عليه لغط كتير جدا. وكان في حصل تشكيل. هو ليه دايما الاتحاد اللي موجود دلوقتي بيتبع السريه في كل حاجه؟ يعني هل الموضوع سر ان انت تطلع تقول لجنه الحكام فيها محمد مصطفى ومحمد جمال واسلام مثلا؟ ما دي غلط. دي مش غلط اكيد بس هو القصه كلها احنا كنا عارفين ان الفترات اللي فاتت كان الكابتن احمد ابو العيله وكان الكابتن محمد فاروق ليهم دور كبير جدا والكابتن تامر دري خاص شويه بالفار ان هم ليهم قصه في قصه التعيينات بتاعه الحكام الفتره اللي فاتت. بعد طبعا ما رجع كلاتنبرج من السفر بسبب طبعا شهر الاجازه بتاع كاس العالم قعد مع اتحاد الكوره. طب يا جماعه انت خطتك ايه؟ انا خطتي نظبط شويه حاجات، نظبط اللجنه، نغير في اللجنه. فجابوا الكابتن توفيق، الاسماء برده موجوده ممكن تلاقيها على الشاشه، جابوا الكابتن توفيق السيد وحطوه طبعا في القسم الاولاني. بص يا كابتن، لا في اللي هي بتاعه القسم الاولاني والقسم الثاني لان دي تسببت في ازمه. اوكي. القسم الاولاني الكابتن توفيق السيد وكابتن مهند ضبر. وحطوا في القسم الثاني والثالث الكابتن محمد فاروق اللي كان بيعين حطوه في الثاني والثالث. وكابتن حمدي فتحي والكابتن ياسر محمود وتامر دري. هقف بس هنا في الحته دي ان الكابتن فاروق كان المفترض انه يكون ان هو اصلا نائب لكلاتنبرج. لا نائب كمان لكلاتنبرج. فانت هنا قطعت بالكابتن احمد ابو العيله. فالمفترض ان انت الكابتن فاروق بتحافظ عليه لان الراجل ده اللي شغال مع الحكام طوال الفتره اللي فاتت. كلاتنبرج ما نزلش ملعب لحد دلوقتي. مقضيها محاضرات نظريه ومحاضرات سكايب. طيب القصه بقى فيما بعد كابتن فاروق وكابتن تامر دري طبعا يعني حصل لهم شويه غضب كده بسبب القايمه دي وقال لك لا احنا مستقلين احنا مش موجودين. نروح بقى للصوره الثانيه فعندنا هتلاقي الاداريات بقى يعني ليه لجنه الحكام فيها خمس حكام وكبار ويمسكوا لجنه التعيينات اصلا اداريين احمد ابو العيله وجيمس حنا وائل مصطفى وطبعا انا يعني مش شايف بالظبط. وهتلاقي طبعا خمس اداريين وكابتن احمد ابو العيله موجود. طيب كابتن احمد ابو العيله انت قطعته من التعيينات حطيته في الاداريات، ليه خمس حكام اتحطوا في اداريات؟ دي نقطه. تاني نقطه غضب كلاتنبرج قوي شويه بسبب الحكام، يعني عنده قرارات كده يا كابتن بحته الايقاف. يعني كابتن محمود عاشور مش هيلعب مع كلاتنبرج. ليه؟ اوكي. لان في بدايه السنه كلاتنبرج اول ما مسك في شهر 8 قال لك اي حكم معدي ال 45 سنه سواء ساحه او فار مش هيلعب معايا. وقدم القائمه الدوليه للفيفا من غير الكابتن محمود عاشور. كابتن محمود عاشور عارف كويس قوي كحكم ان مفيش لائحه في الاتحاد الدولي بتقول ان انت معدي ال 45 سنه ما تبقاش موجود في القائمه الدوليه طالما انت قادر. بعت للفيفا يستفسر. فوجئ كمان انه سواء ان هو كسب قضيته دي. تاني حاجه الفيفا حطيته كحكم موجود في بطوله كاس امم افريقيا المحليين اللي تقام في الجزائر. صحيح. فاصبح واجب على كلاتنبرج انه يرجعه فين؟ القائمه الدوليه. دي نقطه، يعني ده اول قرار من كلاتنبرج حكم ينتصر عليه. تاني قرار محمد طارق سامي ومحمد حسن، دول حكام كره صالات وحكام مميزين جدا، اتفاجئوا ان هم بره القائمه الدوليه وتم ارسال اسماء تانيه. بعدها على طول الاثنين برضو بعتوا للفيفا، الفيفا راحت رجعتهم تاني القائمه الدوليه، فالقائمه الدوليه بعتت للاتحاد من اسبوع يا جماعه القائمه فيها تعديلات، الفار زاد، محمود عاشور رجع، وعندكم حكمين تاني في الصالات رجعوا. فهنا بقى كابتن لجنه حكام كانت في مأزق، اعلن ان القائمه اتعدلت والناس رجعت تاني اللي انا استبعدتها بقرار كلاتنبرج ولا اعمل ايه؟ طيب الناس اللي استبعدت اللي هو كابتن محمود عاشور وكذا، كان في مثلا اسلام ومحمد جمال ومحمد مصطفى مكانهم؟ لا خرجوا خلاص. ما دول داخلين ليه؟ انت عندك ده من عندنا اصلا احنا بنحطه في بطولات. يعني كابتن محمود عاشور موجود في بطوله امم افريقيا المحليين، ازاي تخرجه من القائمه الدوليه؟ ما فيش قانون بيمنع يا كابتن ان انت 45 سنه ما تحكمش. كاس العالم اللي فات كان في حكام كبار. تاني نقطه ان انت طارق سامي ومحمد حسن اللي انت خرجتهم اصلا من البدايه من كره الصالات حطهم بقى في صوره موجوده، حطهم في لجنه الحكام الخاصه بكره الصالات. طيب ازاي هم يكونوا موجودين في لجنه الحكام وازاي لسه بيحكموا؟ هل في انت كحكم هتاخد قرار ضد نفسك؟ لا طبعا. دي مش مشكلتهم، دي مشكله اتحاد الكوره. بص يا كابتن كره الصالات محمد حسن. طيب وطارق سامي موجود اهوت في اللياقه البدنيه مع محمد ابو خاطر. ليه يفضلوا موجودين؟ ما هم يا اما حكام يا اما في اللجنه.
يا اما انت تقنعهم انهم يبطلوا يكونوا موجودين في اللجنه. فبصراحه القرارات كلها يمكن متضاربه شويه من مارك كلاتنبرج، وبشوف ان هو محتاج انه يقعد اكتر ويركز اكتر، لان الراجل كمان خرج في اجازه الكريسماس ولسه هيرجع تاني، واحنا شايفين ان في شويه اخطاء في الدوري المصري محتاجه بالفعل قرارات من كلاتنبرج، مش بس استبعاد، لا قرارات تخص التحكيم، تطوير الفار بشكل كبير جدا، لازم نشوف قرارات ملموسه يا كابتن، مش بس نشوف تغييرات في اسماء ولجنه حكام ونشغل الناس باسماء في لجنه حكام، احنا قعدنا عمرنا كله ما نعرفش غير رئيس لجنه الحكام وهو اللي بيدير وهو اللي بيعين، انت دلوقتي بتدي فرصه ان لازم اللجنه تكون قويه لانك انت مش دايما موجود في اتحاد الكوره. وحاجه كمان يا كابتن، هو لازم كلاتنبرج النهارده هو مده عدده قد ايه؟ احنا بنتكلم في دلوقتي موسم تمام، الموسم ده بالظبط، الموسم ده انت قدمت لي فيه ايه؟ انت سافرت ثلاث سفريات بالظبط، انت اولا بدات متاخر، هو الراجل ده المفروض كان يبدا من شهر 7 لما اتكلموا معاه، بعد كده جه قال لك انا هبدا في 9 بالظبط، بعد ما يخلص الشغل بتاعه بالظبط، وبعد كده انت بتتكلم في وقت كاس العالم ما كانش موجود معاك صح، وبعد كده انت بتتكلم ان هو على بدايه السنه هيطلع اجازه الكريسماس، الراجل ده اشتغل قد ايه؟ الراجل ده ادى ايه للجنه الحكام؟ بالزبط. هل اختياراته دي هي اختياراته فعلا ولا في حد بيتكلم معاه؟ لا اتحاد الكوره القول الوحيد ان اتحاد الكوره ما عندوش التفاصيل دي كلها تمام. والحاجه الثانيه كمان، انا مش جايب كلاتنبرج عشان يعمل لي تحليل للقطات عشان اشوفها، ما انا ممكن اشوفها في عادي يعني، لا التحليل التحكيمي موجود في كل القنوات، انت النهارده هتقدم لي ايه مختلف؟ النهارده انت بتعمل ايه مع الحكام مختلف؟ هل بتشتغل معاهم على الارض؟ بتشتغل معاهم في محاضرات فيديو؟ هل انت بتقيم الحكام صح؟ هل انت بتطلع كوادر تحكيميه جديده؟ ولا النهارده الراجل ده بيعمل ايه؟ انا لازم النهارده اتحاد الكوره مع نهايه السيزون الراجل ده يطلع لي تقرير يقول لي هو للراي العام. انا مش فاهم، هل انتوا حضراتكم ضد كلاتنبرج ولا ضد اتحاد الكوره؟ لانه انا بشوف ان انت لما تجيب اي اسم اكس من الناس ويكون موجود يجب ان يتم تهيئه الاجواء ليه. يعني انا كنت بتكلم مع كابتن ابو المجد قبل ما قال لي المدرب لما بيخش بيبقى عايز يبقى يمسك الفرقه يقول لهم انا عايز 1 2 3 يقولوا لا احنا هنجيب لك 1 2. طيب انا كمدير، انا كمدرب هيئ نفسك، انا كمدرب دخلت وحضرتك ما جبتليش 1 و2 بتحاسبني على ايه؟ بالظبط نفس الكلام. طيب احنا جبنا كلاتنبرج او جبنا كولينا اصبح رئيسا للجنه الحكام وحضرتك ما حطيتوش في الاجواء او ما وفرتلوش الاجواء المناسبه لشغله. هيجي كلمه فينا يا كابتن، مارك كلاتنبرج واخد اجواء بس هو مش مركز، هو مش موجود في مصر. يعني وده كلام من مصادر مؤكده. اوكي. طبيعي انت كرئيس لجنه حكام تبقى موجود مع حكامك في فتره كاس العالم. انا كاتحاد كوره قوي المفترض ان انت كراجل ما تسافرش تحل كاس العالم. مش اتحاد كوره وافق؟ ما انا ده اللي بقول لك عليه بقى، اتحاد الكوره لازم ما يوافقش على قرار زي ده. طيب ما هو في الاخر ده وما انا كلاتنبرج يا عم يا سيدي السبوبه تحكم ان انا اخد هناك بالظبط، هسافر واخد لي ده اكيد اكبر غلط اتحاد الكوره لان ده كان سؤال يا كابتن. انا كاتحاد كوره اذا كان عندي قرار انا اقول لهم لا مش لا طبعا ما يسافرش واضرب مخ مش عايز اسافر. هو لما جابوا يعني مش حلو. وفي الفتره دي يا كابتن على فكره اتكلموا مع الكابتن سمير عثمان وقال لهم انا ليا شروط. بغض النظر هما كابتن، هما كابتن عندهم تفكير مختلف، هما بيفكروا ان هما يجيبوا لجنه قويه تدير وهو مش موجود، طب احنا مستفيدين ايه بيه؟ خاصه ان هو بياخد 30,000 دولار، فده رقم كبير برضه في الوقت الحالي، فانت محتاج انك انت تقعد معاه زي ما محمد بيقول تعرف اولوياته، يعني برضه في حاجه عايز. بس هو ده مش توفير اجواء بقى، معلش هنا تحديدا انا اقول لك ان ده قرار اتحاد او قرار مسؤول، المسؤول يقول له لا مفيش سفر. ده لازم وتعلن لي الخطه، ده قولا وحط تعلن الخطه. حلو جدا. طب هو ماله؟ انا دلوقتي حاجه اقول لك يا محمد والنبي انا مسافر عشان انا كده كده مرتبي هيبقى موجود وهسافر اخد عليه مرتب تاني. طب ما انا هسافر. لا لازم قوه. انا بكلم كابتن لكن انا كاتحاد كوره لا يا فندم حضرتك مش هتسافر، حضرتك تقعد مع حكامك. الله يا راجل يا راجل يا كم بتقعدش مع الحكام؟ سيبك توقف مش انا بتكلم عليهم هم. هاني سليمان 16 سنه مسك الكره 16 سنه بالظبط بالظبط، مش مثلا 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10 ولا 11 شفنا كولر كان بيعد احنا حسبناه لو انت قلت الحكم عارف ان هو كل ماتش بيضيع وقت وانت عارف، تخيل بقى انه الـ 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 الهاني سليمان معروف ان هو بيضيع وقت وان هو وان هو وان هو والحكم عدى عليه 13 ثانيه مش 16 13 سنه. بس كابتن في ازمه بقى ثانيه جوه، في ازمه دلوقتي ما صفرش ولم يتحرك ولا كابتن في ازمه برضو جوه اللجنه في حاجه ثانيه دلوقتي في حته الفار لما بيحسبوا تسلل الايه؟
في حته الفار لما بيحسب تسلل، والنهارده كلاتنبرج خرج يعتبر كده عن صمته وطلع بفيديو انا واخد منه يعني صوره كده بتعرض دلوقتي في رسم الخطوط. في رسم الخطوط. رسم الخطوط دي مسببه له ازمه كبيره جدا، وفي ازمه في اتحاد الكوره، وكل يوم اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره كابتن بيتكلموا مع مارك كلاتنبرج على الواتساب ان هو بيعملوا الخط غلط. بص هنا هنا بيحلل ايه؟ بيحلل ان المفروض الخط الاحمر يكون ده الاقرب لخط المرمى. طب معلش انا هقطعك، انا هقطعك، هل هو كدر الكدر ده اصلا؟ انا مش عارف يظهر لك الاوفسايد صح؟ انا ارسم الخط على اساس ايه اصلا؟ انا سالت فيها في لجنه الحكام، قال لك هو بيبقى الفار عنده كدر تاني. دي اتقالت لي، قال لك بيكون عنده كدر تاني بيظهر للناس وبتتعاد من اكتر من زاويه، بس هي القصه في ايه يا محمد؟ القصه ان هو بيتحط زاويه غلط، ده يا كابتن برضو اللي يقول لك ايه في ماتش الاهلي وفاركو السنه اللي فاتت، ماتش من اسباب ضياع الدوري بالاهلي ان هو بيرسي تاو لما قال لك النقطه ومش النقطه، النقطه في كتفه في اول وراسه كتفه وراسه وصوابع. بص يا كابتن، خلوا الراجل بقى يطلع ايه يقول جيل بقى. عامه الجول ده اصلا اتسبب في ازمه، والمصري احتاج قبلها برضو، ام بيحتاج قبلها برضو، الانديه كلها احتجت، الاهلي احتج، الاسماعيلي احتج، كل انديه الدوري المصري بتشتكي من الحكام. فلازم رد قوي من اتحاد الكوره ان هو يقعد، والله الراجل ده بيفيدنا يكمل. طب بتفيدنا بايه؟ طب بتقدم لنا، انت المفروض راجل اجنبي جاي تقدم لنا خطه تطوير تحكيم كامله، ايه الفرق ما بينك وما بين اي رئيس لجنه حكام مصر يا محمد؟ هيقدر ان هو يدير ويقدر يعين، كل الناس تقدر تعين، انا لو محطوط في اللجنه اقدر اعين وانا عارف الحكام المميزين، ولكن انت برضو مش مطلع لنا كوادر. محمود ابو الرجال اللي كان موجود، ودي ازمه كبيره جدا، كان موجود في كاس العالم، المفترض ان كان مارك كلاتنبرج يدعمه، المفترض انه كان يكون معاه هناك، المفروض كان اتحاد الكوره يدعمه ان هو موجود في كاس العالم. الراجل راح وجه ما حسناش، لما الراجل طلع وصرح ان هو ما تمش تكريمه قال لك اصل الراجل بيكرمه. طب هل بيكرمه من غير صوره؟ هل ينفع اتحاد الكوره المصري يعلن عن حكم راح كاس العالم بيحب لا محمد، الخبر كمان ازاي ان مارك كلاتنبرج النهارده كان مجتمع مع الحكام وكرم ابو الرجال؟ لا طبعا احنا محتاجين كده. لا طبعا ما ينفعش، ده حكم كان موجود في كاس العالم بالزبط. حكم ادار 5 ماتشات، حتى لو انت مش شايفه كان فيهم 3 ماتشات موجود مساعد فيديو، ده اخر 20 سنه ما عندكش الا 3 حكام هم اللي راحوا بالظبط، وكلهم مسكوا رئيس لجنه الحكام. يعني الراجل ده يجي المفروض تجهزه، المفروض تجهز كمان الحكام الصغيرين في السن، احنا بنشوف الحكام حتى اللي انت بتدفع فيهم بيعملوا اخطاء. ايوه بس انا برضو شوف، مع كل اللي بيحصل ده وكل الكلام اللي بيتقال ده، انا بشوف ان السنه اللي فاتت هناك فرق كبير ما بين السنه دي والسنه اللي فاتت لصالح السنه دي من الناحيه الايجابيه. يعني ان السنه دي واحد رايك برضو شوي. محمد السنه دي في تحسن، وحتى لو بنسبه اقول لك بسبب ايه؟ اقول لك بسبب ايه؟ بسبب ان الحكام كانت مقلقه شويه. خلي بالك انا بقول كده، انا بقول كده، وكل غربال له شده بالظبط. انا بقول لك، انا بقول كده، والاهلي خسران مباراه، خسران نقط بسبب التحكيم. صحيح. اخرها هذه المباراه صح. حضرتك احسب لي اجيب جون ما اجيبش جون، انا وحش انا كويس، دي ما تخصش حد بالظبط، تخص الجهاز الفني واللاعبين. ممكن لقطه تظهر لك صح، لكن اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت الاحتواءات وال لا الموضوع كان صعب، الموضوع كان صعب جدا. هو بس هي شدت صعبة جدا كمان. هي شدت البدايه بتاعت كلاتنبرج ازاي ان انت جاي سريع. بالظبط، انت جاي حكم فبيقعد مع الناس بيتكلم معاهم، احنا عايزين اللعب سريع، ما فيش اضاعه للوقت، في شده مع بس ده ما زال موجود بالمناسبه. الايه يعني عدم اضاعه الوقت في يعني وقت الكره في الملعب بقى اكتر من الاول، بس برضه كابتن ابتدى يضغطوا على ده، بس ابتدى ترجع محمد، ابتدى ترجع زي الاول لما خلاص الدنيا سابت الدنيا شويه، لما كلاتنبرج سافر، لما الدنيا فكت، دول ابتدت ترجع تاني بالظبط. وبرضه عايز اقول لك عادتها القديمه زي ما بيقولوا، عايز اقول لك يعني محمد يمكن دي بقى من جوه اجتماع من اجتماعاته كان بيقول فيها ايه؟ قال للحكام كده، قال لهم انا الناس هتصدقني، انا نجم حكمت فاينل دوري ابطال اوروبا، الناس هتصدقني، انت أجمل. كحكم المفروض تبقى معايا في كل اللي انا بقوله في كل قراراتي. وبرده يا كابتن في ناس بتتكلم على قصه التحليل بتاعه او قصه التحليل ده شيء كويس، لو شوفه شيء كويس وانك بتعرض لي وكل الكلام ده، ولكن برده في حالات ما بتظهرش، في حالات انا ببقى شايفها في بعض صحيح. المباريات صحيح. انا محتاج اشوف تعليقك عليها، محتاج اشوف قراراتك بعدها. اتمنى ان هو يكون في الحالات الاسبوع القادم ان يكون موضوع الهاني سليمان ده وان هو يمسك الكره 16 ثانيه، هل ده طبيعي؟ لا طبعا. لا طبعا لازم يتكلم مع الحكام على الوقت بدل الضايع، لان احنا لسه خارجين من تجربه، والدوري السعودي بالمناسبه بدأوا يطبقوا الموضوع الوقت بدل الضايع النهارده في ماتش الهلال والنصر، كان الوقت طويل جدا بالظبط. ليه؟ لانه هو عايز الوقت والزمن الفعلي في المباراه يكون اكتر صحيح. احنا عندنا مضيع وقت كتير جدا. النقطه الثانيه، هو محتاجين ان احنا نتكلم مع كلاتنبرج في الزوايا، زوايا الكاميرات، انت بتحط الكاميرات فين في الملعب عشان تكشف الاوفسايد صح؟ النهارده الزاويه اللي احنا بنتكلم عليها دي مش الزاويه دي، انا مستحيل اطلع من الزاويه دي ان هي اوفسايد ولا مش اوفسايد. مهما رسمت من الخطوط هترسمها صح ولا غلط انا مش شايف مزبوط. صح مظبوط. ده مهم جدا، زاويه زاويه التصوير دي اهم حاجه طبعا في الوضع ده. لكن عموما
نشوف التجربه دي هتكمل ازاي. انا نفسي التجربه دي تكمل ويكون ليها مردود جيد يا رب يا ريت. بنشوف ان في شد افضل كتير. انا بشوف ان يكفي يا اخي ان مفيش تصريحات بيطلع واحد يقعد يقول لك الاحتواء على كل حال يطلع البروتوكول والبتاع اللي مش عارف ايه البروتوكول. هو كابتن كانت المشكله بتاعت كابتن عصام عبد الفتاح انه كان بيبرر اخطاء الحكام ودي حقيقه. يعني ما ينفعش انك تقول لي اصل البروتوكول اصل هو ما كانش يقصد الكلمه. طب ما هو قالها وبعدين قالها بعد خطا. امال ليه الحكام بتبقى ممنوعه من التصريحات يا محمد؟ عشان ما يوقعش نفسه في الغلط ده. صح. لانك انت بتكون حكمت هنا جماهير وهنا جماهير. وبعدين كنا خدنا خطوه حلوه خطوه ايجابيه بان حكم مصري حكم مباراه الكوره. مفيش حكم في الدنيا اصلا بيعلق بعد ماتش. بالظبط. ده ما تحصلش. طلعت وعلقت وقلت انا بس انا بحتوي غضب بعض اللاعبين. ما ينفعش الكلام اصلا. حتى لو عملتها اصلا ما تطلعش تقولها. انا كلاعب مثلا من النادي الاهلي نازل الحكم الكابتن هيحكم لي تاني. انا بالنسبه لي شايفه ايه؟ ان هو لا ممكن يكون ده ممكن يبقى مش في حاجز ما بينه وما بينه محتوي وده محتوي وده ما ينفعش. يعني انا بشوف بصراحه ان ما كانش ينفع. وحتى لو هو بالمناسبه كان اداؤه كويس بس هو بالتصريح ده انت خلاص بوظت كل حاجه حلوه. خلاص يعني بقت وصمه بالنسبه لك التصريح. هو الغريب في الموضوع ان الكابتن عصام كان له تصريحات غريبه استفزازيه شويه. غريب. اوقات غريب يقول لك انا يا كابتن عصام احنا ما حدش بيتكلم عليك احنا بنتكلم على ادائك. ما حدش بيتكلم على كابتن عصام عبد الفتاح شخصيه محترمه وجميل وكل حاجه ولكن هنتكلم على ادائك في رئاسه لجنه الحكام. انا اتمنى ان التجربه دي تنجح على الرغم من ان انا عارف ان هي هتبقى صعبه جدا جدا. هو مكمل لنهايه الموسم الا اذا ايه بقى الاذا؟ هو مكمل لنهايه الموسم الا اذا ان هو اللي قرر يمشي. بس هو مكمل لنهايه الموسم لان هم خلال الموسم كله هقول هو خلال الموسم كله اتكلموا في اكتر من مره ان هم يجيبوا حد معاه مش يمشوه. يعني اتحاد الكوره كابتن هم قاعدين مع بعض هم ممكن يكونوا مختلفين على قصه مجيء ولكن جه فهم مش هيخسروا نفسهم انه يمشوه. فالقصه كلها في اللجنه اللي وراه. مين اللجنه اللي وراه؟ حاولوا يجيبوا اسماء. هو مين اللجنه اللي وراه دلوقتي بقى؟ خلاص دلوقتي على حسب ما هو معلن توفيق السيد. لكن انا بقول لك اللي وراه احمد ابو العين هيفضل موجود. امال محطوط في الاداريات ليه؟ والراجل مقتنع انه كان موجود معاه والمفترض ان كابتن فاروق موجود معاه. هو ليه كابتن فاروق زعلان؟ هو زعلان من قصه التوزيع اللي حضرتك شايفها على الشاشه انك انت ليه حطيتني في القسم الثاني والثالث؟ انا مش ثاني وثالث انا شغال معاك. طب هل كلاتنبرج يعلم ده؟ انا بقول لك صعب. هو بيسمع التوزيعه دي هل هو حط ادوار؟ لا مفيش حط ادوار حط خطه لكل واحد بس الدرجه الثانيه والثالثه. هل ده الجوب ديسكريبشن ده وانت داخل تبقى اشتغال في حته ولا حاجه يعمل لك جوب؟ لا جوب ديسكريبشن واحد انا هشتغل على 1 2 3 4. بالظبط. هل ده حصل؟ وهوصل لايه؟ ايه الهدف بتاع نهايه الموسم اللي هبدا ان اتحاسب عليه؟ برافو عليك. جيت مع اتحاد الكوره كمسؤول في اتحاد الكوره المفروض انا هقعد مع محمد جمال اتعاقد معاه. انا هقول له ايه؟ هقول له محمد ده الجوب ديسكريبشن بتاعتك ان يكون هناك عداله ما بين الحكام، ان يكون هناك كذا كذا كذا، رقم 1 كذا، رقم 2 كذا، رقم 3 كذا، رقم 4 كذا، اتفضل نفذ ده. نفذ وهحاسبك. صح. كل 3 شهور، كل 6 شهور، كل سنه. ويعلن ويتم الاعلان عن هذا الامر. ولكن انا ما اتخيلش ان هم يكونوا قعدوا معاه وخلصوا معاه في حاجه تخص هذا الامر. وجهه نظري. طب كابتن انا عايز اقول لك حاجه، الفتره الجايه كل بوينت هيكون مهم في الدوري. بالظبط. هو على طول اي بوينت. لا بس بعد كمان بالظبط يعني. بقى في الدور الثاني الموضوع كله هيبقى صعب قوي، هيبقى كل مباراه فيها تركيز خاصه مع ضغط الماتشات. بالظبط. في الفتره الاخيره فمحتاجه حكام اولا مش جداد. بالظبط. انت المفروض تدفع، المفروض يكون عندك سياسه في الدفع بين الحكام الجداد. شفنا حكم جديد في مباراه المحله مثلا وفاركو ادت لازمه، مباراه المصري والبقاولين ادت لازمه، مباريات كتير جدا برضه الاسماعيلي والمصري الاخيره عملوا ازمه برضه على الحكم. فانت عندك مشكله انك حتى مش عارف تدفع بالحكام الجداد. يعني انت المفروض كاتحاد كوره تحمي الحكام الجداد لانك محتاج جيل جديد من الحكام. مظبوط. احنا اخر جيل شفنا فيه حكام كان في 2013 لما طلع لنا الكابتن ابراهيم نور الدين والكابتن محمود الدين. انا معترض على حاجه، موضوع حمايه الحكام. يا استاذ احمي الحكم، انا عايز اهل الحكم ان هو يبقى قوي وقادر يدير مباريات كبيره. لكن هو يحميه كاعلام؟ لا. يحميه ان هو يعلمه اخطاء. لكن هل هو نزل ملعب معاه؟ ما نزلش ملعب معاه. يعني انت لما تسمع ان رئيس لجنه الحكام ما نزلش ملعب ولا مره مع الحكام. ليه؟ ما نزلش. هو ليه؟ فين يا كابتن؟ هو موجود. ليه؟ مش موجود. اوكي. مش موجود. هو بيعمل المحاضرات مع الحكام وبيعمل محاضرات ان هو غضبه جدا بعد ما بيوصل له الحالات، بتبقى الحالات متقطعه. انا باكد لك مليون في الميه ان مارك كلاندبرج ما بيتفرجش على الماتشات كلها، هو بيجي له حالات طبعا. كل ماتش ان الحالات دي كانت الابرز. هنا بقى بيقيم. طب مين اكتر حكمين بيحبهم؟ احمد الغندور وعبد العزيز السيد. مين اكتر حكمين هو مش يعني مش شايفهم ان ممكن، او ثلاث حكام؟ صباحي، الحنفي، محمود عاشور. طيب بقيه الحكام
شايفين تراجع في التعيينات لمحمود البنا، مع ان محمود البنا كان وصل لمرحله كويسه، هو تقريبا احسن حاجه في مصر بالظبط. يعني شفنا تراجع في ممكن ياخد فترات ان هو ما بيحكمش، كان في الاول الدوري متعاقب، بعد كده بسبب برده اخطاء بعد كده الراجل بعده شويه. ابراهيم نور الدين حتى كمان ابتدى ان هو برده يستبعده من عدد من المباريات والعدد من الاسابيع. فانت محتاج الفتره الجايه انك تبقى مركز مع الحكام بشكل اكبر، تقول لنا قائمه الحكام بشكل اوسع، ان انت تبقى عارفهم، تشتغل معاهم في الملعب، توريهم بقى خبراتك اللي المفترض انت تتكلم معاهم، ان انا صحيح. كراجل لعبت فاينل دوري ابطال اوروبا، تتكلم مع خبراتك اتحاد الكوره يبقى موصل للناس الراجل ده بيشتغل ازاي لو هو بقى شغال. لكن انت اتحاد الكوره برضو بالنسبه لي مضلم الدنيا شويه، علامه استفهام كبيره جدا للي بيعمله اتحاد الكوره فيما يحدث، لانه ما تعلن يعني اعلن الكلام صح. ده يا جماعه، وقول انا عايز كذا وعايز كذا وقعدت مع كلاتن بيرج، مش عارف ايه اللي بيحصل، ما بيعلنوش حاجه، ما بيعلنوش. انت بتفاجئ بكل حاجه، القرعه بتاع المنتخب انت ما قلتليش حتى ايه الخطه بتاع المنتخب، تتعاقد مع كلاتنبرج، ايه رؤيه كلاتنبرج؟ كلاتنبرج عايز يوصل ليه؟ هنحاسبه على ايه في نهايه الموسم؟ النهارده انت بتجيب هل انا دلوقتي اقدر احاسب كلاتنبرج؟ ما تقدرش طبعا، هتحاسبه على ايه؟ هو راجل اصلا هو مش فول تايم اصلا مع منتخب مصر، هو راجل بار تايم. يعني وهم لو كانوا عايزين محلل للحكام كانوا جابوه محلل يحلل، كانوا جابوه بس ب 5000 دولار مش 35. الراجل يحلل اللقطات التحكيميه للناس، ويسيبه اي كابتن صلاح فتاح ولا كابتن جمال غندور ولا اي حد يمسك لجنه الحكام. انما انا اجيب راجل المفروض يحكم نهائي تشامبيونز ليج في اوروبا، وان انا الراجل ده شغال معايا بارت تايم بيحلل لي اللقطات وخلاص على كده، وبديله مبلغ وقدره. طب لا حرام، احنا يعني الدولارات دي مش كان في مشاكل دولارات في اتحاد الكوره؟ النهارده انت بتدفع له بالعمله الصعبه في ظل الازمه الحاليه من غير ما تستفاد منه، انت لازم تحاسب على الكلام ده زي اتحاد الكوره اللي فات، لازم تحاسب عليه. طلعت فتره من منتخب مصر بوجود الكابتن اياب جلال وثلاث ماتشات كانوا مهمين طبعا، وقلت اصل انا ما دورت في اتحاد الكوره ما لقيتش دولارات، ده كان تصريح رسمي من كابتن استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره. بالظبط، ضيعت فترات قبل كده في ماتشات وداني المنتخب اثرت عليك في تصنيفك لعيبه السنغال. ما هو موضوع عشوائي، هو عشوائيه بشكل كبير جدا. النهارده انت بتتكلم في السنغال مع مالي في سيمي 2015، الراجل خسر في 2017 استمر، 2019 خسر فاينل، اجتمع مع لعيبه في الملعب وقال لهم احنا هنلعب بال 2022 وهنكسبها او 2021 يعني وهنكسبها، والراجل فعلا كسبها وتأهل فاينل الثاني على التوالي وبيتأهل لدور 16. الراجل واخد كل الدعم ويعني موفرين له كل الامكانيات والصلاحيات الممكنه علشان يطور كره في السنغال. انت النهارده بتتكلم في تجربه المغرب، هي المغرب بتعمل ايه؟ اتحاد كره قوي، جماعه الملكيه المغربيه بتدور على مصالح الانديه والمنتخب. كابتن عازم امام قال لك شوفوا الميزانيه بتاعت المنتخب الاتحاد المغربي كام والميزانيه بتاعت الاتحاد. لا هو فرق التخطيط مش قصه ميزانيه، احنا عندنا فلوس كتير جدا وبنشوف دوت في الاختيارات وفي التعيينات. انت جايب مدير فني اجنبي فريق اول، منتخب اول، منتخب شباب، منتخب الاولمبي، عندك ميكالي، عندك رئيس لجنه حكام اجنبي. بمناسبه كان بياخد اقل من اللي كتير جدا بياخده كيروش. كيروش لما كان موجود راح ايران خد اقل، خد اقل، ده ما ينفعش. احنا من اكتر البلدان اللي موجوده في شمال افريقيا او اكتر دوله في شمال افريقيا بتدفع فلوس، بتدفع فلوس. لعيبه شمال افريقيا بتيجي عندنا عشان امكان الامكانيات الماديه، ما عندهمش هم الفلوس دي. الناس دي بتروح تجيب لعيبه من افريقيا، لعيبه صغيره في السن، وبعد كده يجي يسوقوا هنا في مصر، بيبدا ان هو يبيعه بمبلغ اعلى. فانت النهارده اصلا لا عندك امكانيات ماديه كبيره جدا، ولكن انت مش قادر تخطط صح، لا بتخطط لمنتخب صح ولا بتخطط لحكام صح ولا بتخطط لدوري صح. انت النهارده رؤيتك عشوائيه، ولو انت عندك خطه اطلع وقول لنا، اطلع وقول للناس كلها دي الخطه بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها. بتبان في يا محمد، بتبان حتى في منتخبات الناشئين والشباب. منتخب الناشئين لما لعب منتخب المغرب في فرق كبير جدا يا كابتن، في الناشئين فرق كبير جدا جدا في الاداء، باين قوي. منتخب حتى الاولمبي لعب ماتشين يا محمد مع منتخب المغرب الاولمبي فارق، اقسم بالله لا منتخب مصر كسب، بس اقسم بالله الناس ما عارفه كواليس، لان الناس كانت مركزه في مباراه مصر وبلجيكا. تغييرات كتير، منتخب المغرب بيجرب صح، كابتن منتخب المغرب دلوقتي عنده منتخب محليين ومنتخب اولمبي ومنتخب شباب ومنتخب اول، كل منتخب الشباب اللي كانوا معانا وكسبونا، منتخب تقيل قوي، كسبونا منتخب تقيل جدا. منتخب يقدروا ان هم يستخدموه. فيتوريا لما خرج وراح زار انديه، عايز يبص على ناشئين، عايز يبص على اكاديميات، عايز يبص على الانديه دي كلها، هو عايز يشتغل، عايز يشتغل، عايز يبص. طيب مع احترامي والله العظيم الكامل، بس فيتوريا هيقتنع بخطه منتخب الناشئين بقياده كابتن محمد وهبه ومنتخب الشباب بقياده كابتن محمود جابر؟ طيب هل الاعمار السنه دي يا كابتن اسلام، وحضرتك كنت موجود منتخبات واولمبي وشباب، هل الاعمار دي محتاجه مدرب قد ايه يكون اسم كبير جدا بيقنعك لما يقول لك نصيحه صحيح. انت خلاص حطيتها في دماغك ان الكابتن قال لي كذا 100%. ثانيا التجمعات بتاعت الفرقه دي، انا اقدر اروح لقطاعات الناشئين واروح لكل مديرين قطاعات الناشئين واتكلم معاهم ان انا عايز تجمع على الاقل بشكل شهري، ان انا اشوف بس اللعيبه تشوفني، لكن الغياب الكبير جدا وارجع لعبه كابتن بنين، ارجع لعب غنى المحليين، الكلام ده كله هل يؤهلك لبطوله امم افريقيا الشباب؟ طيب سؤال لاتحاد الكوره، لو منتخب الشباب لعب بطوله امم افريقيا بكره عندي كواليس خاصه بالموضوع ده، انا محضر كده حلقه بكره بالنسبه لمنتخب الشباب ده، لانه الحقيقه مهزله
كبيره جدا كبيره جدا كبيره جدا ومجموعه صعبه جدا على فكره جداً. اللي احنا فيها ولو ما تاهلناش حتى موزمبيق صعبه بالظبط موزمبيق ونيجيريا والسنغال ولو ما تاهلناش هتبقى مصيبه فعلا لان انت بتتكلم على مدار سنوات ما فيش لاعب واحد ناشئ طالع من منتخبات بيلعب في فريق اول او في صحيح. في المنتخب الاول صحيح مين اللي النهارده عليه العين من المنتخب ده او المنتخب الثاني بتاع محمد وهبه تقدر تقول انه فيتوريا ياخد من واحد منهم يلعب منتخب اول على طول مفيش النهارده بيلينجهام راجل بيلعب وهو عنده 19 سنه في كاس عالم مبابي 24 سنه واصل فاينل كاس عالم واخد كاس عالم فانت بتتكلم الناس في اعمار سنيه صغيره جدا وبتلعب على مستوى الدولي النهارده ما ينفعش باي حال من الاحوال ان النهارده الاعمار السنيه بتاعتي في المنتخب اللي احنا لسه شايفينه صغير على فكره ولسه شايفينه ما عملش اي حاجه الاعمار السنيه فيه متوسط اعمار السنيه 28 سنه مش منطقي ومش طبيعي مش طبيعي ان يكون عندي اثنين لعيبه هو اقل من 23 سنه بس في المنتخب الاول مشكله بالظبط النهارده الدوري ما بيفرزش ليا لعيب عنده 20 سنه صغير باستثناء يمكن واحد ولا اثنين تقدر تقول عليهم لعيبه بس برضه مش اللعيبه محمد اللي هي اللي فارقه قوي او اللي فرقوا مع انديته يا كابتن حتى شخصيه برضه في كمان ازمه ثانيه هل منتخب الشباب الكابتن محمود جابر لما بيطلب بيدبدب على الطلب بلغتنا كده ان هو عايز الطلب ده ويطلع ويتكلم كابتن محمود جابر ما صرحش ولا تصريح لمنتخب الشباب الراجل ما بيتكلمش يقول استعداداته ايه خطته ايه انت المفروض تقول انت واجهت اتحاد الكره وقلت لهم انا محتاج مع الاعمار دي كابتن كان خايف كابتن كان كان خايف يا كابتن لدرجه ايه كان خايف ان هو من الانديه انها ما توديش لعيبتها يعني بطولة 2001 والبطولات بتاعة اللعيبة واللعيبة ساعات الأندية بتتمسك باللعيبة ممكن احنا بنبص لها في المنتخب الأول منتخب الأولمبي ما بنركزش في منتخب الشباب لا دي أزمة ووجهها البركات وقال له كابتن بركات ممكن أندية تقول لي لا قال له لا أنت معاك الصلاحيات وأنت هتضم طيب القصة الراجل لما يضمهم هيلعب مين؟ كابتن المعسكر مختلف تماما عما تلعب ماتشين جامدين أو ماتشين يوروك مستواك فين لكن لما تلعب ضد بنين وتتعادل سلبي تلعب بكرة ضد غانا المحليين والله أعلم لحد دلوقتي والله العظيم لحد دلوقتي منتخب الشباب ما يعرفش غنى المحليين هيلعب ماتشين ولا ماتش دي ازمه كبيره جدا بقول لك على حاجه كمان فكره اللاعب في الشباب والناشئين وحضرتك برضو بتاكد لي دي يا كابتن سام بحكم ان انت لعبت في المنتخبات اللاعب ده مش الاهم بالنسبه له ان هو يلعب مباريات وديه على مستويات الناشئين الاهم عند اللاعب ده ان هو يلعب فريق اول ويلعب منافسات رسميه مع الفريق بتاعه لانه لما بيلعب في الدوري الاول للفريق بالظبط للفريق بتاعه لانه لما بيلعب مع الفريق الاول طبعاً. بيتشاف اكتر تحت طبعاً. ضغط جماهيري طبعاً. مع مباريات بجمع نقاط بياخد خبرات مع لعيبه كبار لما بيروح بعد كده يلعب على مستويات الناشئين طيب. حتى لو بيلعب فرق كبيره وحضرتك برضه اكيد اللي بيلعب فرق كبيره بيكون عنده شخصيه صحيح النهارده اللعيبه دي اصلا احنا مش عارفينهم انت الاسامي الناس ما مش عارفه شكلها فاللعيبه دي نفسها اصلا ما عندهاش الثقه الكافيه لا مساله ان هي مش عارفه اسمها ولا شكلها ولا الكلام ده بيعرف اسمها لو هم يستحقوا ان هم لو عملوا حاجه الاول لو عملوا حاجه برضه يعني برضه كابتن يعني برضه محمود جابر وميكالي ولا فيتوريا المفروض كلامه هو اتحاد الكوره طب هو اتحاد الكوره اصلا موفر مدير فني اتحاد الكوره مش موفر لا طبعا طب ليه حصل انقسام الفتره اللي فاتت لما حصل طلبات من بعض الاعضاء تحديدا كابتن حازم وكابتن بركات ان هم عاوزين مدير فني اجنبي يجي يدير الاتحاد المصري ويحط خطط وبتاع وحصل كده كلام مع فيتوريا انه لو رشح اسماء تكون كبيره تقدر تخطط للكره المصريه حصل رفض وقال لا احنا القصه عندنا الازمه في الرخص التدريبيه اللي هي غايبه بقى لها 6 سنين وعلق عليها فيتوريا على فكره وقال لك بقى لها 6 سنين مفيش مدرب مصري مع رخصه يعني احنا بنتكلم على وليد الركراكي يا محمد ان هو وليد الركراكي والراجل مدرب شاب وطموح طب انت اهلت المدربين في ايه؟ المدربين المصريين ما عمش رخصه احنا كده ممكن نخش في مليون حته ومليون قصه والحقيقه وقتنا انتهى فيعني ان شاء الله خلال الايام القادمه هنتكلم لاننا موضوع المدربين ورخص المدربين ده يعني انا زعلان منه جدا 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 انا طبعا. مستني لغايه اخر شهر ديسمبر زي ما الدكتور جمال محمد عايز كابتن الكاف بس دي اخيرا الكاف طلب مننا ماده علميه ان احنا نقدمها ليه اللي احنا هنحاضر بيها للمدربين تمام في اللجنه الخماسيه كان الكابتن محمود سعد مدير فني للاتحاد المصري لكره القدم والكابتن جمال محمد علي كان نائب رئيس مجلس الاداره يعني ليه صلاحيات اعلى من دلوقتي حتى مش مدير فني دلوقتي مدير اداره المدربين ايه اللي حصل في النقطه دي كابتن محمود سعد دي مؤكده والله كابتن محمود سعد قدم الملف بتاعه والحاجات اللي هو يقدمها للكاف الماده العلميه فجه رفض عليها طيب دكتور جمال بيقول ان كابتن محمود سعد هو اللي قدمها او دكتور محمود سعد هو اللي قدمها طب ما انت كنت موجود في مجلس الاداره صحيح. كنت نائب رئيس مجلس الاداره ما عملتش طبيعي ان انت اصلا مختص في الازمه دي او مختص بالموضوع ده لما يجي لك الورق بتقراه وبتعيده وهي اصلا رخصه تدريبيه في مصر دي معترف بيها بره لا شكرا يعني مش عارف اقول ايه يعني لا خلاص خلصنا الموضوع وانا بشكرك جدا يا جيمي ان شاء الله الايام القادمه نتمنى كل الكلام اللي احنا بنفتحه فيما يخص منتخب الشباب ده لان احنا مقبلين على بطوله صعبه جدا 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 ومهمه جدا جدا زي ما محمد جمال ومحمد مصطفى
اتكلموا مع حضراتكم في هذا الامر. فانا بشكرك جدا يا محمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا محمد مصطفى على وجودك معانا. بشكركم شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.